الخير، صباح الرضا والسعادة، صباح يوم جديد دايما بإشراق شمس مصر الجميلة، ودايما معاكم هنا على قناة المحور في يوم سعيد ويوم مختلف بنجيب لكم فيه كل الفقرات الإيجابية واللي فيها معلومات تفيدكم وتهموكم في بداية اليوم، تبدأوا يومكم كده بكل سعادة وانبساط. دايما معانا هنا في يوم سعيد، صباح الخير يا احمد. صباح الفل عليك يا علا، صباح الفل على كل اللي بيتابعونا في يوم سعيد جديد على شاشة المحور. نبدأ معاكم اليوم بإذن الله فقراتنا اللي تعودتوا عليها، نكون معاكم طبعا زي ما بنقول دايما نرحب بكل الفقرات وكل الاقتراحات اللي تقولون عليها على صفحاتنا ومواقعنا عموما على السوشيال ميديا، هنرحب بيها بالتأكيد. فقراتنا هتكون معاكم النهاردة بداية من رسائل الأبراج وصولا إلى الفطار، ونطمن على حالة الطقس قبل ما ننزل كمان، ده غير فقرات هنناقش فيها موضوعات مهمة جدا، خليكم معانا لحد الساعة 10 إن شاء الله. طبعا زي ما بنبدأ معاكم كل يوم دراسة بنحاول كده أنها تفيدنا وتدينا معلومة جديدة يعني، وتكون أحدث حاجة في هذا المجال اللي بنتكلم فيه. النوم سلطان زي ما يعني المقولة الشهيرة عندنا ما بتقول، لكن جسمنا دايما بحاجة لعدد من ساعات النوم، وده اللي كشفته الدراسة وقالت إن عادات النوم اللي بتتغير في منتصف العمر يمكن لها تأثير، بيكون لها تأثير عميق على صحة القلب في المستقبل. الدراسة نشرت في مجلة فرنسية وقالت إن النوم بانتظام أقل من 7 ساعات في الليلة والاستيقاظ مبكرا أو طوال الليل يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو مشاكل في عضلة القلب في المستقبل. بعد شرع عنكم طبعا، فيعني زي ما كنا امبارح حتى كمان بنتكلم مع ضيفتنا إن عدد ساعات النوم لازم يكون متناسب مع عمرنا كمان، يعني الأطفال غير الكبار غير يعني الناس اللي عمرها كبير شوية أو مسنين، فكل حد مننا محتاج عدد ساعات من النوم لازم ياخد باله منها ويحاول يعني قبل النوم يبطل كافيين، يشرب حاجات مهدئة زي اليانسون زي اللبن البارد، الحاجات اللي بتساعد على النوم. صحيح، ويعني ربما كمان في الجزئية اللي علا كلمت عنها في مسألة الجانب الصحي في النوم كان في إشارة لجزئية مهمة جدا جدا ربما فيه يبقى فيه خلط عليها، مسألة عدد ساعات النوم. يعني عدد ساعات النوم هو جانب صحي معين، ولكن الفرق هنا بالمرحلة العمرية هو العدد المتواصل من الساعات. عدد ساعات النوم لازم تكون واحدة بالنسبة لكل، هي 7 أو 8 ساعات، ولكن عدد ساعات النوم بيختلف من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية في فكرة النوم المتواصل، إنها بتختلف على حسب يعني إذا كان طفل أو في مرحلة الشباب أو في مرحلة كبر السن، ربنا يدي لجميع الصحة. الدراسة اللي كلمنا عنها كمان ركزت على موضوع قلة النوم بشكل خاص على النساء، قالت إن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، وقلة النوم هي مشكلة صحية كبيرة بالنسبة للنساء خاصة في منتصف العمر. الدراسة قالت كمان إن مشاكل النوم على المدى الطويل وأمراض القلب بيرتبط ارتباط وثيق جدا، وبتأكد الحاجة لتحسين جهود الوقاية من أمراض القلب لدى النساء. كمان الدراسة قالت إن كل سيدة من 4 سيدات بتعاني من أعراض الأرق بانتظام، زي صعوبة النوم أو الاستيقاظ في الليل أو الاستيقاظ في وقت مبكر عن الموعد المقرر قبل المنبه ما يضرب بساعة كده، و 14% منهم بيعانوا من في كتير من الأحيان من فترات نوم قصيرة، وده يعني فيما أبلغ حوالي 7% عن أعراض الأرق المعتادة وقصر مدة النوم. والباحثون هنا اكتشفوا إن الناس دي بتعاني من أعراض الأرق المزمنة بسبب إن لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ده طبعا مع فكرة إن الأرق يستمر في يعني وقت طويل، وبالتالي يعني نحاول على قد ما نقدر نصفي ذهننا قبل ما ننام بحاجة كده تخلينا نستطيع النوم وقت متواصل. مهم جدا فكرة إن النوم يكون عدد ساعاته متصلة ويكون يعني من غير بقى أي تفكير عميق قبل ما تنام، علشان تقدر تنام بعمق يعني وتستمتع بعدد ساعاتك وتقوم نشيط وتتابع معانا يوم سعيد.
وكنا لسه حتى بنتكلم عن ان يكون علشان يكون في نوم والارق، اتكلمنا عن الموضوع ده بشكل مطول امبارح. يعني نحاول ناخد بعض الاجراءات كده عشان نقدر نساعد نفسنا ان احنا ننام ونتجنب الارق. يعني ما فيش قبلها مثلا ان انا اجيب ساعه او قبلها نص ساعه واشرب كوبايه قهوه وبعد كده اقول ان انا مش عارف انام. شويه حاجات كده ممكن اقدر اعملها تساعدني على ده. ولو لاحظتي في مساله النوم في تركيز شويه على النساء، يعني ربنا يعينكم جميعا في مساله الالتزامات، بيكون عندكم التزامات الاولاد والبيت وغيره، فمساله يعني النوم صعبة بالنسبة للنساء، وانت عارفة دايما أن مصير المرأة في الموضوع ده، ولكن ربنا يعين الجميع. خلينا نروح لموضوع مهم جدا بعد الدراسة في يعني ظاهرة تابعناها امبارح، كان يعني ربما لأول مرة نشوف ان احنا الكل في الإمارات وعلى النت تكلموا عنه والتلفزيون طبعا والقنوات، شفنا أمطار وبرق ورعد في دولة الإمارات، حالة غريبة جدا من عدم الاستقرار، تقلبات جوية ومعها برق ورعد، أمطار غزيرة في مناطق مختلفة من الإمارات منها دبي والعين، ونهار الإمارات زي ما قالوا كده تحول إلى ليل نتيجة تراكم السحب الكثيفة. يعني إن شاء الله ظاهرة وتعدي ما يكونش في اي صبط. يعني الحقيقه زي ما بنتابع معاكم في الصور على الشاشه وزي ما طمنا على عدد كبير من اصدقائنا واهلنا اللي موجودين في الامارات وبداوا حتى يبعتوا لنا صور وحاجات وفيديوهات قريبه من الاماكن اللي ساكنين فيها، الحقيقه المشهد كان صعب جدا، ويعني ان شاء الله تعدي على خير هذه الموجه الشديده الغريبه كمان على المنطقه عربية. كان قبل الإمارات سلطنة عمان وامبارح الإمارات، فالأمطار الغزيرة دي الحقيقة غمرت الشوارع بنسبة مية كبيرة جدا، نتج عنها بطء في حركة المرور وتوقفت الكثير من الجهات عن العمل، منها عدد من المطارات في الإمارات، وحذرت وزارة الداخلية الإماراتية المواطنين بأنه نظرا لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، بيرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات وتجنب يعني الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه. وشفنا حتى في بعض الفيديوهات الناس وهي بتقول بلاش الطريق ده، خليك في الطريق ده، يعني حتى كان في وعي برضو عن الناس أنهم يتجنبوا بعض الطرق اللي فيها أماكن المياه فيها كثيفة. يعني صحيح، مهم جدا الناس يكون عندها الوعي بالجزئية دي، وكمان المؤسسات في الإمارات كان عندها حرص انها توضح بعض الامور. المركز الوطني للارصاد في الامارات قال ان في استمرار للسحب الركاميه على المناطق الساحليه والداخليه، هيكون طبعا في مصاحبه ليها بسقوط امطار في برق ورعد احيانا، وقال بان الحاله الجويه هتبدا من المناطق الغربيه وهتتقدم بعد كده باتجاه ابو ظبي والمناطق الشماليه والشرقيه، ربنا يستر يا رب ان شاء الله، هتزداد كميات السحب الركاميه مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة من الغزارة وبرق ورعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، وفي توقع أن يستمر الطقس ده اللي هو الغير مستقر النهاردة كمان إن شاء الله، مع سقوط أمطار مختلفة في الغزارة على مناطق متفرقة، انخفاض ملحوظ كمان في درجات الحرارة إن شاء الله. يعني ظاهرة تعدي على أخواتنا في الإمارات وما يكونش فيه يعني إصابات كبيرة يعني في حجم كبير. يعني هم أصل الجو عندهم يعني عمره ما كان بيحصل فيه كده، الجو عندهم يعني شمس طول الوقت وجو دافي طول الوقت، يعني فربنا يسلم إن شاء الله وتعدي على خير وما يكونش فيه أي إصابات أو أي مشاكل. احنا نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنرجع، لسه معنا فقرات كتيرة، استنونا في يوم سعيد. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، نلها اللي بيطلع في الصورة بعلم دين مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، نلها اللي بيطلع في الصورة بعلم دين مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، نلها اللي بيطلع في الصورة بعلم دين مصر، من
تعيش أيها في أول اليوم نسمع كلمة حلوة تخلي يومنا يعني جميل ومشرق ونستقبله كده وإحنا كلنا بشاشة وعندنا تفاؤل إن اليوم يكون جميل ومميز ويعدي على خير زي ما بنقول. عشان كده دايما فقرتنا فقرة الأبراج والتوقعات من خبيرة الأبراج الأستاذة سونيا الحبال، نحاول كده في رسائل لطيفة منها نديكوا بريقة أمل كده تبدأوا بيها اليوم ويكون يوم سعيد دايما عليكم. صباح الخير أستاذة سونيا ويوم حضرتك سعيد. يا صباح الورد والفل والياسمين على أجمل يوم سعيد. أهلا بيك يا فندم، يومك سعيد. ونبدأ مع حضرتك رسائلك دايما اللي بيكون إيجابية للأبراج، ونبدأ ببرج الحمل. يا رب. يلا، رسالة برج الحمل النهاردة بتقول أخيرا انفراج أزمة واستجابة دعوة ونهاية ألم. تمام، بدأ بإيجابية شديدة. جميل، النهاردة الحمل عنده يوم حلو بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله للجميع. برج الثور، أما برج الثور واضح إن هو بيفكر في حاجة للمستقبل لأنه عنده تفكير وتخطيط مادي للمستقبل، بيشتري حاجة، بيكون حاجة للمستقبل، حاجة هتعود عليه بنفع مادي بعد كده. المهم إن عنده النهاردة تخطيط جيد يعني. كويس. برضو الجوزاء، أما الجوزاء بقى عنده تردد وحيرة في اختيار ما، يعني خليك متأني مش عارفه تيجي معايا. متأني النهارده يا برج الجوزاء، لان اصلا في التأني السلامه دايما يا استاذه سونيا. الله في كل حاجه. لا بالظبط، اصل ده برج الجوزاء، فما اقول له انت عندك تردد، هو اساسا برج الجوزاء برضو في تفكيره بياخد ويدي مع نفسه، فما يكون متردد كمان فدي بالنسبة له مشكلة كبيرة، يعني واضح ان الاختيار هيبقى صعب شوية. بيحتاج حد يساعده على اخذ القرار، ولا هو برج من الابراج اللي قراره من دماغه؟ لا برج الجوزاء ما حدش يساعده، هو عنده الايجو عالية شوية، لا ده هو اللي يساعد الاخرين، انما هو متردد مع نفسه يعني. ودايما بقى قراراته كويسة ولا بيرجع يقول يا ريتني؟ لا، وبرج الجوزاء من الأبراج الذكية جدا، يعني حتى دايما بنقول إن برج الجوزاء من الأبراج الكويسة جدا جدا في العمل، لأنها برج عقلاني، برج بيفكر، برج بيخطط كويس، فلا بإذن الله إن شاء الله يعني غالبا دايما أفكاره بتبقى صح وقراراته بتبقى صح مش غلط. بس حضرتك قلتي يعني إن هو دايما من الأبراج اللي بياخد ودي مع نفسه، هل ده يصل لدرجة التردد يعني بشكل سلبي، ولا ده شيء إيجابي إن هو ياخد ودي مع نفسه شوية قبل ما ياخد أي قرار؟ لا، هو احنا هنقول ان هو شكل ايجابي، الميزان هو اللي بيبقى بشكل سلبي، يعني تردد الجوزاء بيبقى ايجابي لانه بيتردد عشان يختار الصح. لا، الميزان متردد لدرجه ممكن يضيع فرص من ايده بسبب لا يعني رايح جاي. هو محتاج يتمرن ان هو يعني يقدر ياخد قرار بشكل حاسم الميزان الحقيقه. ده لازم يعني يا رب ندعي لهم دايما. والله بدعي لهم معاكي برضو. برج يعني هم تعبانين وبتعبوا اللي حواليهم بتردد. ده حقيقي، لان في نفس اللحظه ممكن يعني تقولي له رايك ايه
فيقول لك وبعدها بثلاث ثواني بالظبط بيقول لا ما فيش هو بيبقى لا على طول مع بعض. طب ده اللي يتعامل معاه يتعامل مع ازاي يا استاذه سونيا؟ يعني يستنى قد ايه كده لحد ما ياخد يعني كلام. حتى ما تيجي تاخد ميعاد لخروج مع برج الميزان تفضل سايبه لغايه ما يقول لك اخر حاجه، يعني ما تاخدش اول حاجه بيقولها لانها ده اللي هيحصل اخر حاجه لغايه ما الموجة تهدى كده وياخد قرار مع نفسه، انما لو فضلت يعني تاخد على كلامه هتتعب جدا يعني لغايه ما يوصل لاخر قرار. برج السرطان، اما السرطان توازن واستقرار وحصول على ورقه رسميه هامه. ورقه رسميه هامه في حاجه ورقه رسميه، ورقه مختومه هو كان محتاجها برج السرطان، واضح ان النهارده هيوصل لها حاجه كده يعني فيها يعني اجراءات وكده يعني. طب اجراءات، ورقه في محكمه، شهر عقاري، في ورقه رسميه النهارده لصالح برج السرطان. برج الاسد، اما برج الاسد النهارده عنده استقرار اسري وسعاده ولم شمل. وبرج العذراء، اما برج العذراء اخبار جيده وتواصل هام يسعدك اليوم دايما يا رب. برج الميزان، الميزان بقى مصالحات ورد حقوق تشعرك بالسعاده، في حق راجع لبرج الميزان. يعني كان على خلاف معاه مثلا كان في خلافات، كان في قضايا لا قدر الله مرفوعه، فيها حق بياخده، في حق بيرجع لبرج الميزان النهارده ان شاء الله. العقرب، العرب بقى احذر القرارات المتسرعة والانفعال. ربنا معاهم النهاردة. يعني برج العرب أنا بتحكي دي النهاردة ما تخليش حد يستفزك، يعني ممكن في لحظة هو أصلا مستفز كده. من غير حاجة من غير ما تيجي ناحيته أساسا، فلو حد بقى استفزه، فعشان كده بقوله النهاردة خلي بالك تفكير بزيادة. يعني الرسالة النهاردة تعتبر للي مع العقرب لكن مش للعقرب بشكل مباشر. اللي بيتعامل معاه ياخد باله بالظبط، خلوا بالكم انتوا. ايوه صح تمام. برج القوس، القوس بقى حلو قوي معاه بطاقة الحظ النهاردة، عندك طاقة حظ وتأثير أمور معطلة. طب كويس جدا، يعني الامور المعطله عند برج القوس النهارده ان شاء الله تعدي على خير. معاه طاقه حظ بقى يستخدمها زي ما هو عايز، يعني ان شاء الله باذن الله عنده حاجه كويسه باذن الله. الجدي، اما الجدي انت بحاجه للراحه والاستشفاء. كلنا بعد اللي عملناه في نفسنا في العيد بعد الاجازه لسه ما زلنا محتاجين للراحه والاستشفاء. واضح ان هو كان بيعاني من ضغوط بس الفتره اللي فاتت، فلازم يبقى ياخد باله على نفسه النهارده شويه. برج الدلو، اما الدلو لا تعطي اليوم الثقه المطلقه، قد تتعرض لخساره، وده انذار جامد لبرج الدلو، يعني من الانذارات الحاده لبرج الدلو النهارده. ما يعطيش الثقه المطلقه، هنقول بقى ايه على كل الاصعده، لا الصعيد المادي ولا العاطفي، علشان ما يخذلش النهارده. تمام. واخيرا برج الحوت، الحوت بقى تبحث عن بدائل او حلول اخرى بديلة تجد فيها سعادتك. هو يعني بس الحوت يعني بيلاقي سعادته في ابسط الاشياء، يعني ما بيقعدش يدور. يعني الحوت النهارده عنده انسحابات، يعني بيسيب حاجه وبيدور على حاجه تانية احسن من الاولانيه باذن الله. ان شاء الله ربنا يسعدهم جميعا، وشكرا على رسائلك الحلوه اللي كلها يعني النهارده تفاؤل وسعاده. ما فيش برج عنده قلق ولا توتر الا اللي بيتعاملوا مع برج العقرب، بس ياخدوا حذرهم النهارده. بصي لي ليه؟ لا انذار وخلاص على كده. بقول لك احذر. ايوه ماشي خلاص، وصلت انا وصلت من اول ما الاستاذه سونيا قالت، يعني حاسس تفزهم. شكرا جدا، يوم حضرتك سعيد. استاذه سونيا الحبال خبيره الابراج، شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا ليك يا فندم. دلوقتي هنروح لدايما فقرتنا اللي بتهمنا كلنا، وهي المعلومات ان احنا نتابعها مع حضراتكم مع بدايه اليوم، وهي فوائد ممارسه الرياضه. عشان كده احنا دايما اصلا بنكون حريصين على فقرات رياضيه نمارسها قبل اليوم، ولكن نعرف تفاصيل اكتر عن ممارسه الرياضه بشكل عام مع بدايه يومنا وخلال يوم العمل تحديدا، ولكن هنتابعها على الشاشه ونرجع لكم مره ثانيه. Thank you.
طبعاً الأجواء النهاردة صباحاً كانت جميلة جداً، الهواء كده لطيف وجميل والشمس مشرقة وساطعة، حاجة كده ملهاش مثيل. لكن خدوا بالكم لأن هيئة الأرصاد الجوية قالت أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، وبيسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً. خلينا نتابع مع حضراتكم على الشاشة يعني مجموعة من درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، ونرجع نكمل معاكم حلقتنا في يوم سعيد. طبعا لمتابعة أحوال الطقس بشكل أكبر معنا الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، يوم حضرتك سعيد. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم وأهلا بكل السادة المشاهدين، يوم سعيد على الجميع يا رب بإذن الله. أهلا بك يا فندم. يعني نعرف تفاصيل أكتر عن الحالة الجوية، خاصة إن احنا شايفين درجات حرارة يعني ربما زايدة، والموضوع بنحس إن هو بالتدريج بيزيد أكتر، على عكس ما بنشوف أحيانا بيكون درجات الحرارة بتنزل على مدار اليوم، بدأنا نحس بالحر أكتر كمان بالليل. هو بالفعل لأن احنا عندنا ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وخاصة اليوم ارتفاعات ملحوظة ومؤقتة في قيم درجات الحرارة. الأيام الماضية كان في ارتفاعات وكنا أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين لثلاث درجات، وكان متوسط درجات الحرارة ما بين 29 ل 31 درجة مئوية خلال فترة النهار. لكن اليوم هيكون في منخفض جوي موجود في الصحراء الغربية، ده هيؤدي لتأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية الغربية. الكتل دي بتكون مرتفعة بشكل كبير جدا في قيم درجات حرارتها، فاليوم الارتفاع ده بمعدل من 5 ل 6 درجات عن الأيام الماضية. ارتفاعات ملحوظة عظمى على القاهرة الكبرى، اليوم توقع أنها تكون 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، المناطق الجنوبية ما بين 37 ل 38 درجة مئوية، فبالتالي أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ده في معظم محافظات الجمهورية، لأن معظم المحافظات فيها ارتفاع في قيم درجة الحرارة. كمان خلال فترات الليل رغم غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن قيم درجات الحرارة الصغرى خلال هذه الليلة تحديدا هتكون مرتفعة، هتكون ما بين 20 ل 22 درجة مئوية، فهنحس بالأجواء اللطيفة تماما خلال فترات الليل، مش هنحس بالبرودة خلال فترة الليل خاصة الليلادي في معظم المحافظات. الأجواء دي كمان تبقى خاصة في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة بشكل كبير. كمان اليوم طبعا سرعات الرياح هتزيد، واحنا بنقول كتل هوائية صحراوية، فده هيؤدي لنشاط للرياح المثير للرمال والأتربة في معظم محافظات شمال البلاد، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، وطبعا الأتربة والرمال المثارة ممكن تؤدي لتدهور رؤية أفقية بشكل كبير في الصحراء الغربية وسواحلنا الشمالية الغربية. هي حالة جوية سريعة زي ما قلنا مدتها اليوم أجواء أشبه بالأجواء الصيفية، لكن ده المعتاد في الربيع، يعني إحنا معتادين في فصل الربيع على تأثرنا بالمنخفضات الصحراوية اللي بيكون معها ارتفاعات ملحوظة. سرعان ما درجات الحرارة غدا الخميس إن شاء الله هتنخفض، ويمكن تنخفض بمعدل من 6 ل 8 درجات في معظم محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فبالتالي هنرجع تاني لل 29 ل 30 درجة مئوية غدا الخميس إن شاء الله، ودي العظمى على القاهرة الكبرى، فهنرجع تاني للأجواء اللي هي حر فترة النهار. دكتور، هل الرياح المصاحبة بأتربة دي هنشوف مثلا بعدها سقوط لبعض الأمطار ولا لا؟
لا هو اليوم ما فيش اي فرص لسقوط الامطار، وحتى كمان غدا الخميس يعني تاثرنا بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا اللي هيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره، مش هياثر بشكل كبير بفرص سقوط امطار، وان وجدت هتبقى فرص امطار خفيفه جدا والفرصه ضعيفه كمان لامطار في مناطق السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، فبالتالي مناطق الجمهوريه او اغلب المناطق مش هيكون فيها اي فرص لسقوط الامطار. الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير خلال الايام اللي جايه، الشبوره المائيه هتكون ظاهره مؤثره وتاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه فتره الصباح الجاي. احنا ما فيش اي تاثير على مصر من الاجواء اللي شايفينها في الامارات او سلطنه عمان؟ لا تماما الحمد لله، يعني الاحوال الجويه في جمهوريه مصر العربيه مستقره. طبعا سلطنه عمان او يعني الامارات وكمان مناطق من شرق شبه الجزيره العربيه، بعض الاماكن كمان من البحرين بتاثروا طبعا بموجه غير مسبوقه من الامطار الغزيره. التوزيعات الضغطيه في جمهوريه مصر العربيه مختلفه تماما، الجغرافيا نفسها مختلفه، فبالتالي ما فيش اي تاثر بامطار في جمهوريه مصر العربيه من الامطار الموجوده في دول الخليج الحمد لله. اذا بالنسبه لمصر ناخد بالنا شويه من مساله يعني التراب، العاصفه الترابيه هتكون مؤثره شويه. بالفعل اليوم تحديدا كمان يعني مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، القياده كمان تكون بهدوء تام لان الاتربه والرمال المثاره بتاثر على الرؤيه الافقيه على الطريق. مهم كمان نتجنب اشعه الشمس بشكل مباشر لان احنا نسب الرطوبه عندنا منخفضه، فبالتالي لو انا موجود في اماكن مغلقه اماكن ظل مش هحس بالارتفاعات الكبيره في قيم درجات الحراره، هحس بيها لو تعرضت لاشعه الشمس، فبقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وزي ما قلنا هي حاله جويه مؤقته مدتها اليوم، ومن بكره ان شاء الله نعود ثاني للاجواء الربيعيه اللي هي حر فتره النهار مائله للبروده فترات الليل. نشكر حضرتك جدا دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، يوم حضرتك سعيد، وبنتابع معاكم لسه فقراتنا وموضوعاتنا في يوم سعيد. طبعا احنا خلاص اطمنا على حالة الطقس، يعني ناخد بالنا النهاردة في مسألة العاصفة الترابية، بكرة ان شاء الله زي ما دكتورة منار بشرتنا بان هيكون في حالة من الاستقرار. طبعا لولاكي كلنا نعرفها، أغنية لولاكي اللي كمان بقت فيلم بعد كده، يعني استغلوا نجاحها وعملوها فيلم، الفنان الراحل علي حميدة. النهاردة ذكرى ميلاد الراحل علي حميدة، هنشوف تقرير عنه ونرجع لكم مرة تانية. نادي لي نادي لي نادي لي نادي نادي لي نادي لي. مع حلول يوم 17 من شهر إبريل تحل علينا ذكرى ميلاد فنان مميز صاحب أغنية لولاكي، الفنان علي حميدة. علي حميدة صاحب أشهر أغنية بعالم الكاسيت بثمانينات القرن الماضي، ولد بمحافظة مطروح في 17 إبريل سنة 1948 وجه للقاهرة عام 1973. درس في معهد الموسيقى العربية، وبعد تخرجه بتفوق تم تعيينه مدرس للعود، وسافر للعمل في الكويت لمدة 3 سنوات، بعدها عاد للعمل بالمعهد وحصل على الماجستير والدكتوراه. توفى المطرب علي حميدة عن عمر يناهز 63 عام بعد الصراع مع المرض، وترك العديد من الأعمال الرائعة التي ما زالت تعيش في ذاكرة الفن المصري حتى يومنا الحالي على الرغم من رحيله عن عالمنا. وكان حميدة واحد من أشهر مطربي فترة الثمانينات والتسعينات، وحققت أغنية لولاكي اللي طرحها عام 1988 كانت من توزيع الموزع والموسيقي حميد الشاعري، لقت نجاح كبير جداً وأكسبته شهرة واسعة وقت صدورها، وتم بيع ما يقرب من 6 ملايين نسخة. كان لعلي حميدة تصريحات صحفية إنه ما تخيلش النجاح الكبير ده كله لأغنية لولاكي، واللي أثارت ضجة كبيرة من النجاح وقت ظهورها وصنعت حالة لدى صناع الفن في المنطقة العربية. وقال حميدة إنه بعد ساعتين من صدور شريط الكاسيت في 14 يوليو سنة 1988 واللي احتوى على الأغنية، فوجئ إن الأغنية كانت منتشرة ومسموعة في كل مكان في مصر. كان لحميدة أعمال كتير منها ألبومات كوني لي وناديلي وغيرها، ثم توجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائي له بعنوان لولاكي، نسبة للنجاح اللي حققته الأغنية
الأمر اللي دفع شركة الإنتاج لصناعة الفيلم ده، وكمان له فيلم تاني بعنوان مولد نجم. رحمة الله على علي حميدة، طبعا الفنان العظيم الراحل اللي بنتكلم هنا عن فنان عازف أستاذ جامعي وممثل شارك كمان في أعمال، وكمان كان ليه مشاركات في بعض المسلسلات والأعمال الدرامية على التلفزيون، ربنا يرحمه. يعني فنان يعني شامل. هو الفكرة إن لما لولاكي دي يعني نزلت، إحنا كنا يعني كلنا كده الشريط الكاسيت لازم يبقى عندنا، وبعت وقتها رقم قياسي ملايين شريط الكاسيت. طبعا الجيل الجديد دلوقتي لا يعرف يعني ايه شريط كاسيت ولا يعني السي دي بالنسبه له اصلا، كمان بقت حاجه ما يعرفهاش يعني. فاحنا كان ايامنا بقى الوكمان والشريط الكاسيت ونستنى الاغنيات المتنوعه. لولاكي وقتها زي ما بيقولوا يعني كسرت الدنيا، يمكن من اشهر الاغاني في فتره الثمانينات، يعني نهايه الثمانينات اوائل التسعينات يعني. لكن في النهاية بيبقى فكرة أنه الأغاني والأفلام أو اللي بيقدمه الفنان بيكون شيء بيسعد الناس وبيخليهم يتذكروا موضوعات وذكريات متعلقة بالأغنية أو بكلماتها، وده يعني رثاء أو اللي بيتبقى من فن أي حد بيقدم حاجة مميزة وجميلة تسعدنا دايما. احنا لسه مكملين معاك ويوم سعيد، لكن هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل لسه معاكم هنا، تابعونا. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها شايلة همومنا على كرها. بلدي بصحيح كتر خيرها.
مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرنا في تفكيرها. زي ما دايما بنقول لكم كل يوم الصبح كده في يوم سعيد، احنا بنحاول نجيب لكم موضوعات متنوعة ومختلفة، لكن هدفنا في النهاية ان يومكم يكون مليء بالحيوية، مليء بالنشاط، تقدروا تأدوا مهمكم وانتم في يعني قمة نشاطكم. النهاردة كان معنا في معلومة تهمك ازاي ممكن تمارس الرياضة اثناء وقت العمل، وده من خلال يعني 10 دقايق ممكن تستقطعهم، خاصة لو الناس اللي بتقعد على مكاتب وقت طويل او بتستخدم الكمبيوتر كمان وقت طويل، يعني المفروض ان هم يقوموا يمارسوا بعض الرياضة الخفيفة. عشان كده في هذه الفقرة هنتابع معاكم بعض التمارين للنشاط والحيوية مع كابتن إسلام في يوم سعيد، ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. استنونا. صباح الخير، معاك كابتن اسلام من برنامج يوم سعيد. النهارده هكلمكم عن حاجه مهمه اسمها الاسترتشات. الاسترتشات دي اللي هي الاطارات بالعربي. الاسترتشات عندنا ثلاث انواع للاسترتشات: باسيف استرتش وستاتيك استرتش ودايناميك استرتش. الدايناميك استرتش ده بنعمله قبل التمرين، بيبقى عن حركه، اي حركه بتعملها اسمها دايناميك استرتش. دي بتسخن عضلات جسمك واوتار جسمك عشان تقدر تتمرن وتمنع نفسك من الاصابات. وعندنا الاستاتيك استرتش ده بيتعمل في اخر التمرين عشان بتعمل كل داون للعضلات وبتهدي عضلاتك وبتهدي اوتارك وبيحافظ على العضلات. والباسيف استرتش ده بتعمله عن طريق اللي في حد بيقدر هو اللي بيعمله لك. ممكن مثلا نعمل دايناميك استرتش، بيبقى استرتشات متحركه زي كده وبالشكل ده وكده وكده. الاسترتشات دي انت سخنت بيها الجزء العلوي لجسمك، وهي لازم تبقى متحركه قبل التمرين. بعد التمرين بتبقى ثبات. عندنا مثلا استرتش تاني ممكن تعمله دايناميك استرتش بعد الاستاتيك استرتش اللي بعد التمرين، بيبقى بالشكل ده. ممكن مثلا تبقى قاعد وتلمس رجلك الاثنين للاخر، وبعد كده ممكن تحط رجل على رجل وتسحب رجلك وتفضل ثابت. هو الثبات هو الاستاتيك استرتش ده بيتعمل، وبيفضل يبقى بعد التمرين. وفي انتظاركم فقرات تانية من برنامج يوم سعيد. تابعنا مع بعض رياضة والتمارين الخفيفة. نروح برضو دلوقتي لوجبة الفطار. بالتأكيد طبعا بيكون وجبة فطار خفيفة مع بداية اليوم مع شيف يوم سعيد، شيف سيد، وكمان اقتراح كده لوجبة غدا تكون ظريفة مع بداية يومنا أو في نص اليوم إن شاء الله. ونرجع لكم مرة تانية. يا صباح الفل، يومك سعيد يا علا، يومك سعيد يا أحمد. السادة المشاهدين صباح الفل عليكم. النهاردة نقدم لكم فطار بسيط سهل مليان بروتين. نقدر نقول هنعمل طاسة البروتين. فطارنا النهاردة مكون من بيض، مشروم، سجق، زبدة، لبن، ربع كوباية لبن، جبنة موتزاريلا للوش دي اختياري، ملح وفلفل. ده بالنسبة لطاسة الفطار، طاسة السجق بالبيض والمشروم. وعندي عصير حلو جدا ومفيد جدا، عصير الطماطم بالفراولة. ده فطاري. هبتدي بالطاسة عندي سريعا كده، عندي طاسة سخنة جدا، هنزل عليها بمعلقتين كبار كده زيت زيتون، وعليهم معلقة كبيرة زبدة بالشكل ده، وابتدي وراها على طول انزل بالسجق بتاعي كده. اجيب حاجة اقلب بيها وليكن دي، وابتدي اقلب كده السجق، اديله تشويحة حلوة جدا على النار. كل ما الطاسه بتبقى عندي سخنه قوي كل ما السجق شويه بيقفل المسام بتاعه، ما ينزليش يفتت قوي زياده عن اللزوم. مستحب جدا لو ممكن نسلقه، يعني السجق من افضل الحاجات ليه ان احنا ممكن نديله نص سلقه قبل ما نشوحه، بينزل الدهون كتير جدا موجوده فيه. لو حد شويه مهتم بموضوع الاكل الصحي، هبتدي اشوح كده السجق بتاعي، واول ما ابتدي احس ان هو خد عندي لون بسيط هنزل بتاني مكون عندي وهو المشروم بالشكل ده كل الكميه، وابتدي اقلب كده. المشروم من الحاجات اللي هي بنحب ان احنا نتبلها،
لان هو طعمه شويه مش قوي، ملوش طعم قوي، فيستحسن ان احنا لما بننزل بيه بنتبله زي ما تقول تتبيله خاصه لوحده. فهنزل كده بالسجق بتاعي، هديله تشويحه، وهستغل العلم ده السجق بتاعي والمشروم يتشوح. هعمل هجيب كده عندي 3 بيضات، هنزل بيهم بربع كوبايه لبن بالشكل ده. اللبن فايدته ان هو هيخلي البيض غني اكتر. هبهر ملح، فلفل عشان الزفاره طبعا، الفلفل، شويه ملح بالشكل ده، وهجيب عندي شوكه حلوه كده وابتدي اضرب كل الكلام ده مع بعضه. الفطار سهل جدا وبسيط جدا، مليان كتير جدا فوائد، مليان بروتين طبعا، بروتينات من الحاجات اللي احنا بنحتاجها الصبح في يومنا في بدايه يومنا. هبتدي اقلب كده بالشكل ده البيض مع اللبن. اللبن من الحاجات الحلوه جدا مع البيض، لو في مثلا كريمه ممكن الكريمه برضو بتدي البيض نغنغه كده، بيبقى فيه اللي هو اغنى من العادي بتاعه. هبتدي اقلب كده، انا مش عايز الخضار بتاعي او المشروم بتاعي يكون دبل قوي او اتهرى قوي في النار عشان خاطر اخد منه الفوائد بتاعته. السجق طبعا هو عباره عن لحمه مفرومه جوه كيس كده، فمش بياخد سوى مني قوي. وهبتدي انزل عندي بالبيض بالشكل ده واخليه يستوي في قلب الكلام ده كله. ابتدي بس الم حاجتي بالشكل ده. ابتدي افتح بس كده حاجات للبيض بحيث ان هو يدخل له الحراره يستوي، يبقى اسرع في السوى كده. فتحات كده بسيطه بالشكل ده. انا في المرحله دي هدي عليه النار، خلي النار متوسطه شويه بحيث ان هو ما يتلسعش مني، لان لو فضلت سبت النار عاليه النار هتحرق البيض. هديه بالشكل ده اكتر كمان. وعندي اخر خطوه دي اللي هي اختياري، لو متوفر عندي تمام، مش متوفر ما فيش مشكله، مش هتضيف قوي يعني، بس دي شويه ممكن الاطفال تحبها اللي هي المطه، الحاجات اللي هي اللطيفه بتاعت الاطفال دي. رشه موتزاريلا كده بالشكل ده على الوش، دي الاطفال هيحبوها جدا، والكبار برضو، احنا برضو الكبار بنحب شويه الحاجات اللي هي بتبقى بتمط بقى وفيها شويه. هنزل كده بالموتزاريلا بتاعتي. بالشكل ده. وهبتدي اغطي الغطا ده عشان خاطر الموتزاريلا، يعني لو انا مش عندي موتزاريلا مش هغطي خالص، مش هحط غطا عليها، بس عشان خاطر انا عشان عندي موتزاريلا فعشان خاطر تسيح فبغطيها. هستغل بقى الوقت على ما الجبنه الموتزاريلا تسيح، هستغل الوقت ده في ان انا اعمل عصير. عصيرنا النهارده ممكن يكون مختلف او جديد شويه او غريب شويه عن الناس، بس هو في مكون مفيد جدا جدا جدا، طماطم. طماطم يعني بوتاسيوم عالي جدا، من الحاجات اللي هي بتحمي الجلد من اشعه الشمس، موجوده في الطماطم طبعا، دي بنحتاجها عشان بدايه يومنا واحنا نازلين الصيف خلاص قرب، فالطماطم فيها كم فوائد رهيب جدا. هبتدي انزل بعسل بالشكل ده. كنت ببص بس على الميه اشوفها موجوده ولا لا. ميه اهي، هنزل كده مش كتير ميه عشان برضو ما اخليش الموضوع كله يبقى عباره عن ميه، عشان خاطر الفراوله والطماطم تنزل الجوز بتاعها او العصير بتاعها. هبتدي بقى ادوشكوا شويه واضرب. مش اكتر من كده، انا كده تمام العصير بتاعي جاهز.
الفراوله والطماطم شويه من الحاجات اللي هي تحسوا ان هي طعمها قريب من بعض، يعني لو حد كلت طماطميه صغيره كده تبقى مسكره ومززه في نفس الوقت، الفراوله نفس الموضوع بيبقى فيها نفس الطعم شويه قريب. عشان كده انا اخترت مع الطماطم فراوله، بحيث ان ما حدش يستغرب طعم الطماطم قوي اللي هو يضربه في الخلاط ويشربه، مع انه فعلا كم فوائد كتير جدا. العصير بتاعي جاهز بالشكل ده، وغالبا الطاسه بتاعتي برضو جاهزه. ابتدي اقدمها بالشكل كده. ده فطارنا جاهز، واستنونا برضو، احنا مش بنعمل فطار بس، بننزل لكم على الشاشه طريقه غدا سهله جدا برضو فيها كم فوائد. استنونا تابعونا، صباحكم فل. كدبت على ابويا وقلت له ان انا نجحت في الثانويه العامه وانا كنت ساقط يعني، بس قلت له ان انا نجحت وفضل شهرين مصدق ان انا نجحت وبشوف التنسيق وكده، وفي الاخر قلت له يعني. اكبر كدبه كدبتها في حياتي مش عارف، مش فاكر من كتر والله ما فاكر، كل يوم بحور على الناس والله غصب عني. كنت مره مسافر ومش عايز اعرف حد انا مسافر فين، فقلت لهم انا نازل مكان قريب يعني اسكندريه او كده، وطلعت بره مصر. فكله طبعا لما شاف الفيديوز اللي نزلتها طبعا كده اتفاجئوا، استغربوا يعني ان انت تبقي في اوروبا مثلا وانت قالوا ان انت في اسكندريه او في مكان زي كده. كنت خارجه مع صحابي وقلت ان انا كنت في درس، وساعتها اليوم دوت قعدوا يدوروا عليا في السنتر ومش عارف ايه، وما كانش حد يعرف ان انا اصلا خرجت وخدت على ساعتها. كذب العادي يعني، بحاور كتير على اصحابي اقول لهم ان انا نزلت وانا ما نزلتش، بس كده مفيش حاجه اكبر من كده. لا مفيش حاجه، انا ملاك فعلا. ان انا مثلا اقول لماما ان انا عندي درس وانا ما كنتش عندي درس. هو مثلا اهلي مسافرين وانا مثلا ببقى عايز اخلع من السفريه، فاقول ان انا مثلا عندي امتحان، يا رب ما يشوفوش الفيديو يعني. ساعات يعني بيبقى عندي امتحانات، بس احيانا ما بيبقاش عندي حاجه وببقى يعني اقعد في بيتي. خرجت من ورا ماما وماما عرفت، فبس فعبتني بقى وما قالت لي مش هتنزلي، وخدت مني التليفون. عندي 27 سنه ومحدش يعرف ان انا بشرب سجاير لحد دلوقتي. وكنت باخد بقى فلوس المدرسه وكده يعني، ما كنتش بروح دروس. في مره اترفدت من الشغل وما قلتش لمراتي ان انا اترفدت، لان هي كان عندها امتحانات وكده، فما حبيتش ازعلها يعني. فقعدت فتره كده اخرج كل يوم الصبح، اروح اقعد في قهوه اشرب قهوه طول اليوم، كنت بدور على شغلي طبعا وانا قاعد، وارجع في ميعاد الشغل وهي فاكره ان انا بروح شغل عادي جدا. اكبر كدبه ان اقول رايح الدرس واروح اقعد على القهوه. كانت كدبه بسيطه، كنا في ماتش كوره بس، فالكوره دخلت خبطت في العارضه وطلعت بره، فاحنا قلنا جول بس. دي الكدبه الوحيده اللي كدبتها في حياتي. لسه كانت امبارح والله، ان قلت لواحده ان انا بحبك وبحبك ومش بحبها. كدبت على حد في ابريل، اللي هو عملت الكدبه البيضاء اللي احنا بنعملها في ابريل. انا كل سنه لازم في ابريل اكدب على الناس. لازم اكدب، انا هبتدي اكدب عليكي دلوقتي واحنا بنتكلم. ده طبيعي اساسي يعني، بحب كدبه قوي. طب ما عملتيش في حد كدبه ابريل؟ لا برضه. اكدبوا ليه؟ احنا لسه بنعمل في رمضان يا جماعه، صلوا على النبي. مرحبا بكم مرة تانية، وموضوعنا اللي هنتكلم فيه النهاردة الحقيقة هو موضوع بيهمنا كلنا كأسر مصرية، ازاي نقدر نتعامل مع ولادنا وازاي نعودهم على انهم دايما يكونوا بيتكلموا بيحكوا الصدق مهما كان الموضوع ده هيكلفهم من عواقب. ما نتكلمش معاهم باسلوب يخليهم يعتادوا انهم يقلقوا او يخافوا فيضطروا ان هم يكذبوا.
احنا ضيفتنا في الفقره دي دكتوره نجوى رجب الدسوقي، باحثه في قضايا الاسره، وهنتكلم معاها في تفاصيل كتير متعلقه بتربيه ولادنا. بنرحب بحضرتك ويومك سعيد. ميرسي جدا يا استاذه علا، انا برحب بحضرتك ويومك سعيد، وبرحب بك يا استاذ احمد. اهلا بك يا دكتوره. يعني احنا شفنا مع بعض على الشاشه مراحل عمريه مختلفه، ناس بتكذب يعني، بس مراحل مختلفه. احنا هنركز دلوقتي شويه مع الاطفال باعتبار من البدايه يعني. تمام. قبل ما نتكلم في دوافع وازاي اعالج، امتى اقول ان الطفل ده فعلا ده كذب، وخلط ما بين ده وما بين الخيال؟ الاطفال معروفين بخيالهم الواسع، يعني احيانا ممكن يكون لا ده فعلا بيكذب، وممكن يكون الراجل لا ده خياله واسع وبيألف يعني. تمام يا فندم، سؤال حضرتك جميل جدا. احنا بدايه عايزين نتكلم عن الكذب، هو ايه الكذب؟ الكذب ده يعني تزييف الحقائق، او ان انا بغير الحقائق بهدف الاضرار الاضرار بالغير. طيب انا عندي الطفل الصغير لما يكذب، انا لازم افرق بين انواع الكذب، لان مش كل الكذب بيكون يعني خطر او احط عليه اسباط. في الكذب الخيالي، وده بيكون عند الاطفال الصغيرين من سن 3 سنين لسن 5 سنين، ده ما فيهوش ضرر وما يعتبرش كذب، لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا على الفطره، فما فيش حد كذاب بطبعه. فدايما الطفل الصغير يقول للام احكي لي قصه، فالام تبدا تحكي قصه، هو بقى بخياله بيبدا بقى يتخيل وبيبدا بقى يرسم القصه في خياله. بعد كده خياله بيبدا يشتغل، وده معناه ان الطفل يعني سليم قواه العقليه سليمه، ان هو قادر يتخيل وقادر يبتكر. انا ما ازعلش، بالعكس ده انا افرح ان ابني صغير عنده 3 4 سنين بيبدا يجي يحكي لي قصص. ولكن لازم الأم تفرق، الطفل في الوقت ده بيتكلم ونزل الحضانة وهيبدأ طبعا يحكي لي كل حاجة بتحصل، لازم أفرق هو الكلام ده اللي بيحكيه لي ده من يعني من نسيج خياله ولا هو فعلا تعرض لحاجة. لازم الأم بتفرق بين حاجة زي كده. أنا عندي أنواع الكذب، عندي الكذب الخيالي، ده طبعا ما فيش منه خوف لأنه بيكون أطفال صغيرين، ولكن أنا عندي الكذب اللي أنا أقدر أخاف منه، الكذب الانتقامي، لما يكون عندي الطفل مثلا بيغير، لما يكون حد عمل معاه موقف وعايز يرد له الموقف، فبيبدا بقى يفكر ويخطط وينفذ، ابدا انا كده اخاف. طب اميزها ازاي؟ ما هو يبدا يورط يغيره في حدث كبير، يعني مثلا حاجه اتكسرت فيقول ده اخويا اللي كسرها او اختي اللي كسرتها، ممكن خوفا كمان من العقاب. ممكن كمان اكبر، لا الكذب الانتقامي اكبر من كده، والام والاب بيكونوا هم السبب فيه، لان العنف الشديد او كمان المقارنه. لما يكون عندي طفلين لازم الام والاب يفهموا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل انسان ليه قدرات معينه وليه صفات ومميزات بتختلف عن غيره. يعني انا مش لازم عندي يكون ابن شاطر جدا جدا والتاني لازم يكون في نفس مستوى ذكائه في نفس مستوى التعليم، ممكن يكون هو مبتكر او شاطر في حاجه تانية. طيب دكتوره نجوى، خلينا ناخدها يعني مرحله مرحله كده. حضرتك قلتي من سن 3 سنوات لخمس سنوات الطفل بيعتاد على الخيال، يعني هو ممكن يقول جده جه وهو جده اصلا ما شافوش بقاله اسبوعين ثلاثه، ويقلب جده جاب لي حلويات بالظبط ده ما فيهوش اي مشكله، او مثلا يحكي حكايه مامته تقلق منها انه في الحضانه مثلا حصل وجرى وما اعرفش ايه، وهي ما تكونش حصلت على الاطلاق، وخيال مامته برضو يصور لها ان ابنها في خطر او ان في مشكله ما، فتبدا تتعامل بهذا الشكل. هنا انا المفروض كوليه امر وام وقلقانه على ابنها، اقول له لا انت ما تكذبش، لا انت ما تتعودش على ان انت تبقى كذاب، انت كده بتغش، انت كده بتقول، ولا المفروض ان انا ما استخدمش المفردات دي معاه في السن الصغير؟ السن الصغير ده مش هيبدا يفهم الكلام ده، يعني انا عندي طفل عنده 3 سنوات 4 سنوات عمره ما هيفهم الكلام ده. لما بيجي بيحكي لي قصه من ناس خياله، طيب انا بالعكس انا المفروض ان انا اسمعه وان انا اديله اهتمام، ولكن ابدا اخاف امتى؟ لما الطفل يكون عنده من 5 ل 8 سنوات، وكمان لما اجي اتعامل مع السلوك اتعامل مع اصل السلوك مش مع ظهر السلوك. ليه الطفل كذب عليا؟ لازم اعرف، ممكن يكون عنده مهام دراسية أكبر من إمكانياته كطفل في السن ده. أوقات كمان بيبقى الطفل في مرحلة الكيجي ورياض الأطفال، المفروض المرحلة دي بيتعلموا بالرقص، بيتعلموا بالقصة، بيتعلموا بالألوان، بيتعلموا بالمكعبات، ممنوع يمسك قلم وورقة. في بعض الأماكن بتخلي الطفل بتجبره إن يمسك ورقة وقلم، ورق وقلم، وكمان يا ريت كده وبس يكتب اسمه 20 مرة. لا وكمان أكتر
اكتر من كده ان انا اديله درس وهو في السن ده. طب ازاي اديله درس في السن ده يبقى عنده مهام كبيره جدا؟ يعني ادور في دافع الكذب. ايوه ادور مش بس ليه علاج. طبعا نفسه. ادور في دافع اصل اي سلوك. الطفل كذب، الطفل سرق، الطفل عمل اي سلوك خاطئ، الطفل جالي من المدرسه بيعيط وبيرمي الكوتش وبيرمي الشنطه وبيضرب اخته داخل كده من الباب، لازم اعرف على طول انا كأم ادرك ان حصل حاجه في المدرسه خليته يعمل كده، ما اجيش انا كمان اكمل عليه والطش، لا لازم اخده في حضني واتكلم معاه واعرف ممكن يكون الطفل ده تعرض للتنمر، ممكن يكون تعرض مثلا للمدرس او المدرسه ضربه نهره، لازم انا كأم. عشان كده دايما بنقول التربيه الايجابيه، انا عشان اربي تربيه ايجابيه فيها ثواب وفيها عقاب اطلع طفل بيتحمل مسؤوليه، اطلع طفل مش اتكلي مش اعتمادي. يعني ايه تربيه ايجابيه؟ يعني فيها احترام، يعني فيها تقدير، يعني فيها احتواء، يعني فيها ان انا بهتم بطفلي، فيها يعني أنا فيها ان انا بتناقش معاه واتكلم معاه مهما كان سنه صغير، لما بيتكلم ابص في عينيه، ما يبقاش الطفل بيتكلم وانا بعمل اي حاجه، عشان كده تلاقي الطفل مامي بصيلي بصيلي وانا اسمعيني، لازم اديله كل اهتمامي. اطلع ما دام اتعاملت مع الطفل تربيه ايجابيه، احتواء، احترام، تقدير، انا كده هطلع طفل سوي نفسيا. لان العكس مش هنا هيتعبني. ممكن يخلي الطفل يكذب زي ما كنا بنتكلم من شويه قبل الهواء ربما، ان يعني علشان يلفت انتباهك ويحسسك بعظمه الموضوع لازم تلتفتي لي، يعمل طبعًا خيال وقصه يعني. طبعا ده نوع من انواع الكذب اللي ان انا بحب ان انا ممكن اكذب عشان خاطر الفت انتباه غيري، انا بابا وماما مش مهتمين بيا خالص وفي اولويات تانية في حياتهم، فابدا ان انا اكذب علشان خاطر الفت انتباههم ليا. ممكن اخلق قصه ما حصلتش، انا النهارده حد ضربني في المدرسه، انا وقعت، انا متعور، انا عيان، انا سخن، انا بطني، هو ما فيش اي حاجه، ولكن عشان الام تبدا تطبطب، تبدا تحضن الطفل، تبدا تهتم بيه، ياخد المستشفى مثلا لو انا تعبان او فهو عايز الاهتمام. عشان كده بنقول لكل ام يعني اهتمي ببيتك، اهتمي بنفسك، اهتمي باسرتك، اهتمي بزوجك، اهتمي بشغلك، اهتمي بنفسك، اهتمي باولادك، هتلاقي 70% من مشاكلك اتحلت. بدل ما بنهتم بالشوبينج والنوادي، جميل جدا العلاقات الاجتماعيه، ولكن في اولويات في حياتي. بدل ما بقعد بالساعات على التليفون، بدل ما بضيع وقتي في حاجات كتير ملهاش اي لازمه وجلسات النميمه والكلام الفاضي ده كله، طب ما انا بيتي اولى، هكون انا اهدى نفسيا، هكون انا اسعد. ما الحياه الزوجيه دي موده ورحمه وحب، والاطفال دول نعمه من ربنا، وهديه من ربنا. من كلام حضرتك كده، هم الاطفال رد فعل للاهل في بعض في كل الاوقات طبعًا. مش في بعض الاوقات، لانه اذا الاب والام بيستخدموا عبارات غير صادقه وبيتعاملوا بابسط الاشياء، ان التليفون بيضرب ويرد على التليفون قول او ما يردش، بابا مش موجود خالص، بقى الموبايل دلوقتي الفكره دي برده ما بقتش يعني موجوده قوي، بس اقصد يعني كمثال انه ده اسمه نوع الكذب بالتقليد، ان انا بقلد، فهو هيعتاد بقى ان هو يعمل كده، التصرف ده حاجه عاديه لانه القدوه بتاعته بتعمل كده. وبعد شويه مع الاهمال، مع عدم التقدير للطفل والاحداث اللي هو عايش فيها وكل المؤثرات اللي عليه، هيتعود على الكذب. طيب اتعود على الكذب، التصرف هنا يبقى ازاي علشان يرجع تاني للمنطقة الصح وما يوصلش لأن يبقى ده أسلوب حياته وأنه يعتاد عليه بقى وتقويم؟ أنا مش بنهر، أنا مش بضرب، أنا مش بشتم، أنا مش بعاقب عقاب عنيف قوي، أنا مش بحرم، أنا ممكن أعاقب الطفل أن أنا ما أحضنوش، ده أكبر عقاب عند الطفل. ممكن أن أنا مثلا مش هنروح لتيتا الأسبوع ده، ولكن ما أعاقبهوش أن أنا أحرمه من الأكل، ان انا احبسه في اوضه لوحده، ان انا اديله علقه جامده، الكلام يعني ده كله يعني فكره خش اوضتك واقفل على نفسك واقعد مش عارفه نص ساعه دي غلط. لا لا لا، الكلام ده كله خطا. انا اتكلم معاه، انا افهم الاول الدافع انت كذبت ليه، وبعدين اكلمه بطريقه كويسه، بلاش بقى العنف والضرب علشان يبدا يقول، هيقول لي يا ماما عشان انت، تجديد الثقه بيني وبينه، تجديد الثقه، هيقول لي يا ماما عشان انت بتضربيني، انا كذبت عشان انت مش مهتميه بيا، انا كذبت عشان انت بتحبي اخويا اكتر مني، انا كذبت عشان انت بتميزي اخويا عني، انا كذبت عشان انت دايما بتشكي فيا. والحاجه الخطا جدا الام والاب بيعملها ان انا ابدا كمان اراقب ابني او دايما اشك فيه وحطاه دايما في موقع الاتهام، انت دايما وحش، انت دايما متهم، ده غلط جدا. احنا لازم نربي بالحب، بالصدق، بالامانه، بالثقه، تربيه غير مشروطه.
انا كده كده بحبك عشان انت ابني، انت حبيبي، اي درجه هتجيبها انا بحبك، اي درجه جبتها في التمرين انا بحبك كده كده عشان انا عارفه ان انت بتعمل عليا. الطفل من الثقه الام والاب بيزرعوها فيه ومن حبهم ليه هيخلي الطفل نفسه عايز يرضيهم وبيعمل كل اللي في وسعه عشان يرضيهم. اوقات كتير بنلاقي اسر بسيطه جدا وبتخرج لي طفل سوي نفسيا، مهذب، محترم، صادق، مش بيكذب، شاطر جدا، عارف مهام، اسره بسيطه جدا جدا يعني ومدارس بسيطه جدا ونادي مركز شباب بسيط جدا. ونلاقي جهة تانية أو بالمقارنة الطفل منتهى الرفاهية، مستوى اجتماعي عالي جدا، أغلى نوادي، أغلى مدارس، ولكن كل السلوكيات خاطئة. طب يا فندم مسألة الكذب، يعني طب ليه بقى؟ طب حاضر يا فندم أنا بس طب اتفضلي كمان هكمل لحضرتك النقطة دي. ليه بنلاقي طفل ممكن من أسرة بسيطة وسوي نفسيا ونلاقي طفل كل ملذات الدنيا وكل الإمكانيات متوفرة له ولكن يطلع غير سوي نفسيا أو مريض نفسيا؟ هنلاقي الأب والأم هنا في احتواء واحترام وتقدير للطفل واهتمام بالطفل وحب غير مشروط، وما بحملش الطفل فوق، هو طفل لازم يستمتع بحياته، ما بحملوش حاجات سنه. فوق عايش سنه. وهنلاقي هالناحية التانية الطفل فيه إهمال شديد جدا، الأب والأم تقريبا مش موجودين، الأب طول الوقت برا. مش معنى أن أنا أوفر لولادي أغلى مدارس وأغلى نوادي وأوفر لهم فلوس عشان يعيشوا في حياة كلها رفاهية أن أنا أنسى دوري كأب. الطفل البنت او الولد محتاجه حضن الاب، محتاجه امان الاب، محتاجه سند الاب، محتاجه احتواء الام واهتمام الام وتقدير الام، عشان كده يخرج لي طفل سوي في المجتمع. امتى يا فندم الموضوع يوصل لدرجه ان انا اقول لا انا هتدخل او حد يساندني مثلا من اخصائيين تعديل السلوك؟ تمام يا فندم، ده بقى اللي نوصل لمرحله الاخيره من انواع الكذب اللي هو الكذب المرضي. يعني انا خلاص بقى وصلت خدت كل انواع الكذب، خلاص الكذب الخيالي، الكذب للتفاخر، وده برضو مشكله كبيره جدا لما اكون انا في مستوى اجتماعي معين وابدا اسكن في مكان او اودي ابني مدرسه غير مستواي الاجتماعي. يعني افضل اشتغل عشان اودي ابني مدرسه معينه، ده مش مستوانا. الطفل طبعا لما هيروح هيلاقي بقى زملائه مستوى اعلى منه بيبداوا معاهم احدث الموبايلات، احدث العربيات، احدث كل شيء، بيكلموا انا صيفت في المكان الفلاني، انا رحت احنا جبنا فيلا في المكان الفلاني. الطفل هيبدا يسمع ده كله، مش لاقي حاجه بيقولها، هيبدا يكذب. الكذب للتفاخر، احنا كمان جبنا، احنا كمان عملنا، احنا كمان، وده طبعا كله خطر جدا. عشان كده بنقول لكل ام وكل اب، ارجوك عيش في مستواك الاجتماعي، اسكن في مستواك الاجتماعي علشان يكون كل المحوطين بيك يكونوا نفس المستوى. سؤال حضرتك جميل جدا، امتى ان انا اخاف؟ اخاف وقت ما يكون الكذب خلاص اتحول لكذب مرضي، الطفل كذب اكتر من مره، فخلاص بقى اصبح سلوك، والسلوك ده من شاب على شيء خلاص شاب عليه وبدا خلاص بيتلذذ بالكذب وبيكذب في كل مراحله العمريه. طيب فابدا اخاف. حضرتك وانت بتتكلمي دلوقتي قلتي نقطه، يعني يمكن احنا اهالينا حتى لو كنا في مدارس المستوى الاجتماعي فيه اعلى مننا في بعض الاوقات كانوا دايما او في اي مكان، يعني حتى لو في فسحه او في كذا، يعني كان بيبقى فيه اتفاق كده ان مالكش دعوه بغيرك. السؤال ده جميل جدا. ان انت ما تبصش للحاجه اللي كانت مع غيرك، ان شاء الله يكون الالم ده عاجبك، بس هو انا مش هقدر اجيبه لك، فهو مش بتاعك، فانت مالكش دعوه بيه والكلام ده. الرضا بالظبط، التربيه الايمانيه. زي ما احنا اتكلمنا عن التربيه الايجابيه، احنا كمان بنتكلم عن التربيه الايمانيه، ان انا ارضى بقضاء الله وارضى بكل حاجه حلوه ربنا اداها لي. ودايما الام والاب يقولوا لاولادهم ربنا ادانا حاجات حلوه كتير، ربنا اداك اب وام واداك اخوات واداك بيت، وانت بتشوف وانت بتسمع وانت بتمشي اداك حاجات حلوه كتير. ودايما اقول لابني بص للاقل منك، ما تبصش للاعلى منك، ولازم نرضى باقدار ربنا. دايما تقول الحمد لله على الحاجه اللي معاك مش على اللي في ايد غيرك، انت مالكش دعوه. وعلشان يعني كمان ابني الطفل يكون عنده ثقه بالنفس، لازم ثلاث امور بهتم بها جدا. اهتم ان يكون في تواضع، واهتم بابني يكون عنده خصوصيه ويكون عنده حدود. معنى ايه حدود؟
ان محدش يقدر يتعدى الحدود مع ابني. لازم افهمه ما تسمحش لحد يتنمر، ما تسمحش لحد ان يقول لك كلمه مش حلوه، ما تسمحش لحد ان يفعل معاك سلوك مش حلو. بس هو فكره التنمر دي الحقيقه بقت زياده عن الحد، يعني عايز اقول لحضرتك صغير وكبير بيتعرض ليها. بس الولاد في المدارس بقوا مش عايزه اقول عندهم عنف كده تجاه بعض في المفردات يعني وفي التصرفات، ان ممكن مثلا البنت فعلا هي جميله باي ملامح هي عليها يعني، وزمايلها يقعدوا يقولوا لها لا انت وحشه، لا انت شعرك ما اعرفش ايه، فترجع عندها حاله من عدم الثقه فظيعه جدا. ازاي ممكن برضو باسلوب ايجابي اتعامل مع المواقف دي واخلي ابني او بنتي عندهم ثقه بنفسهم وما يلجؤوش لان هم بقى يقفلوا على نفسهم ويبقوا متضايقين؟ السؤال ده جميل جدا جدا يا استاذه علا، لان احنا محتاجينه جدا دلوقتي. انا لازم افهم ابني او ابني اللي بيتعرض للتنمر ان اي شخص في الدنيا هيعمل معاك اي سلوك مش عاجبك هو عنده مشكله. لازم افهمه ان مفيش اي انسان يقدر يجرح غيره او يقدر يؤذي غيره يكون انسان طبيعي، لان الانسان الطبيعي اللي ربنا خلقه ما يقدرش يؤذي غيره، ما يقدرش يجرح غيره، ما يقدرش يقول كلمه وحشه لغيره. معنى انه وصل للحد ده انه تنمر، انه اذى، انه قال كلمه تجرح غيره، معنى كده ان عنده مشكله. يبقى احنا نتعاطف معاه ولكن ما نزعلش منه، ولا كمان نصدق الكلام اللي بيقوله ده علينا، لان هو عنده مشكله كبيره. ده كبير يعني وصغير برضو مش هيدرك يعني ايه هو عنده مشكله وجاي يفرغ الشحنه السلبيه اللي عنده فيا ويضايقني، ما انا كمان لازم ارد له المضايقه دي، فالموضوع يفضل بقى رايح جاي ما بينهم كده لحد ما يحصل مشاكل قويه نفسيه. بالعكس مثلا يقول له خد حقك، تاخد حقك، دي مدرسه التعاملات يعني. ما انا عايزه، مش عايزه اطلع طفل ضعيف، انا عايزه الطفل ياخد حقه بادب وبذوق، ان انا ابدا اتكلم مع المدرس، ابدا اتكلم مع الاخصائي الاجتماعي في المدرسه، ابدا لازم يحكي لي اللي بيحصل وانا ابدا اتصرف. طب ازاي الطفل هنا اقول له ايه عشان ياخد حقه يعني بذوق وكل حاجه وبادب؟ ياخد حقه يعني مثلا لو حد مثلا انا عامله سندوتشات معينه لطفلي وحد خد منه سندوتش مثلا او حاجه، لازم اعرف يعني لازم افهمه انه ممكن الطفل ده يكون مامته النهارده ما عملتلوش حاجه. تمام. ممكن الطفل ده يكون محتاج الحاجه زي كده، ما ينفعش ان انت تعنفه او انت تعلي صوتك قدام الفصل وقدام زمايلك وتقول ان هو خد منك حاجه، لا. بعد كده انا ممكن اعمل له زياده شويه او كده، او ابدا اتواصل مع المدرس ويبدا يتواصل مع ام الطفل نعرف. لكن انا ما اتواصلش مع والده الطفل مباشره؟ لا، انا كام كوليه امر يعني ما اتواصلش مع ام الطفل، ولكن انا ابلغ المدرس. المدرس هو بدوره اللي بيتكلم او الاخصائي الاجتماعي. لا يا خبر ابيض، ايوه ده حاجه صعبه جدا. دي حاجه صعبه جدا، لا طبعا الحاجات دي ما ينفعش انها تتناقش علني كده، ولكن انا بتعامل مع ابني ان هو لازم يكون عنده حدود، يكون عنده خصوصيه. يعني كتير من الامهات تقول يعني ايه طفل يكون عنده خصوصيه؟ طفل يكون عنده خصوصيه يعني اسرار بيته ما تطلعش بره. يعني الاطفال في سن المراهقه بيحبوا بقى يحكوا ويتفاخروا وكده. لا ده انا لسي خدتي الفكره من دماغي، يعني انا عايزه ادخل في سن المراهقه ده لان هو بقى مبكر قوي. يعني طبعا. بقى من 10 سنين و9 سنين، من 9 ل 11، من 11 ل 15، من 15 ل 18. فالموضوع بقى يعني في امهات بيتصدموا ان اولادهم دخلوا في فتره المراهقه بدري جدا عن اجيالنا يعني. ايوه. فالتعامل بيكون الحقيقه اصلا المرحله دي مرحله صعبه. أيوة. واحنا ما بنبقاش مدركين ابعادها. اسمها مراهقه لانها بترهق ولي الامر وبترهق المراهق نفسه. مرحلة انتقالية من الطفولة للبلوغ. بتبدأ الأول من سن 9 سنوات لسن 11 سنة، ومن 11 ل 14، ومن 14 ل 17، وكل مرحلة وليها خصائصها. ولازم احنا اتكلمنا عن التربية الإيجابية، لو الأم والأب ربوا تربية إيجابية من بدري هيريحوني جدا، بعد كده هم هيرتاحوا لما الطفل يصل لسن المراهقة. بس المرحلة سن المراهقة في تحولات ده أمر طبيعي. صعبة وتحولات غير مسبوقة على شخصية الطفل. يعني هو شخص هادي فجأة يبقى مش هادي، شخص ما عمره ما استخدم مفردات غير صادقة بقى بيستخدم مفردات غير صادقة، شخص واثق في نفسه أحيانا لشخص غير واثق في نفسه. يعني بيبقى فيها كده انقلابات
جذرية، يعني التعامل يبقى بحكمة ازاي علشان يعدي المرحلة دي من غير ما يرهق الأب والأم، من غير هو كمان ما يرهق. يعني طبعا أنا ابني في سن المراهقة أو بنتي في سن المراهقة لازم يكون في احتواء، لازم يكون في ثقة متبادلة، لازم يكون في اهتمام، لازم يكون في تقدير، لازم أن أنا أحترم ابني، لازم كمان أن أنا مش براقبه طول الوقت. وغير كده كمان في سن المراهقة ده سن خطير جدا، لازم أعرف أنها مرحلة انتقالية من الطفولة للبلوغ، ممكن أن أنا ابني ألاقيه بيعلي صوته، عايز يبقى عنده استقلالية حتى في استقلالية مادية، ممكن يقولي أنا ماما عايزة أشتغل، عايزة أنزل أشتغل، ده أمر طبيعي جدا وماخدهوش بشكل يعني بشكل أن فيه رفض أو كده، بل بالعكس أن أنا أشجعه. طب يتعامل مع إزاي؟ أشجعه انه ممكن يشتغل في سايبر اعمال كتابيه، ممكن يشتغل من البيت، ممكن يكون شاطر في عنده مهارات معينه ممكن يستغلها، مش احسن ما يضيع وقته في يعني في حاجات لا تفيد. وبعدين المرحله دي مهمه جدا للولد والبنت، ان انا لازم يكون عندي رياضه، يعني حتى لو الطفل مش بيلعب لعبه معينه متميز فيها لازم يكون عندي رياضه في اليوم، لان الوقت الكبير هيبدا بقى يخلي الطفل يتعامل باسلوب مش كويس او يهدر وقته في حاجات مش مفيده. خاصه لما يكون في فتره كمان الاجازات او غيره، ده بيكون يعني بيئه خصبه زي ما بيقولوا كده، ان يكون في وقت مهدر. طبعا في الاجازات او حتى في وقت الدراسه لازم يكون عندي انا تنظيم للوقت، احترم ابني، اسمع ابني، مش ممكن يكون ابني في سن المراهقه وانا بضربه وان انا بلطشه وان انا بهينه قدام زمايله او ان انا حتى بهينه قدام بابا او قدام اخواته. يعني في موقف حصل قدامي والله مستاء منه جدا، كنت قاعده في مكان وفي اب قاعد في ترابيزه جنبي وبيكلم ابنه في التليفون وعمال بقى يهدده ولما اجي هسوي واعمل، تقريبا الولد في ثانوي لانه بيقول له انا خدت فلوس الدرس ودفعتها في التمرين ما رحتش الدرس، فليه وليه بقى عمل كده؟ عم يعني تهديد ووعيد وهتشوف لما اجي اعمل فيك ايه. والام من الناحيه الثانيه عماله ماسكه الولد تلطيش، وانا سامع الاب بيقول لها لا ما تضربهوش، لا ما الجاكيت جديد ما تقطعهوش. انا عايزه اقول لهم انتوا عصابه، ايه الاب والام ده؟ سريعا كده حضرتك قولي لنا روشتة فيها 1 2 3 كده للتعامل مع اولادنا علشان اطلع طفل سوي، يبعد عن كل السلوكيات سواء كذب سواء سرقه سواء عنف سواء كل الكلام ده. انا عايزه اعامل ابني اعرف ان ده هديه من ربنا سبحانه وتعالى، والهديه لازم نقدرها ولازم نحترمها، كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته. ابني او بنتي ده هديه جميله من ربنا، لازم يكون في احترام، لازم يكون في احتواء، لازم يكون في تقدير، لازم يكون في اهتمام، لازم ادي وقت من وقتي لاولادي، مفيش مقارنه، مفيش حب مشروط، مفيش ان انا بحمل الطفل الصغير حتى خلافات بيني وبين باباه، لان الطفل ملهوش ذنب. في اوقات كتير تلاقي الام تقول للولاد انا عايشه عشانكم، انا قاعده مع باباكم بس عشانكم، فيبدا الطفل واحيانا طرف يعاقب الطرف الثاني بيهم. لا انا عايزه اقول لحضرتك برضو في موقف شفته كان صعب جدا، الطفل اقل من 10 سنين والام بتلطشه بالقلم علشان انتقاما لان في مشاكل ما بينها وما بين الاب. انا الحالات دي على فكره انا مش بسكت، يعني انا ممكن اكون هاديه معاكم في الحلقه، لكن انا لما بشوف ده يعني بنهر الام والاب، لان زي ما بنتكلم عن عقوق الابناء لازم نتكلم عن عقوق الاباء. الطفل ده اول بس ما ربنا كده يعني هيقف على رجليه الطفل وهيشب كده وهيشتغل هيبدا يفتكر كل صدمات الطفوله وكل ازمات الطفوله وكل الضرب والعنف مش بتتنسيش. وبعدين هيبدا بقى الطفل نفسه بيسحب نفسه واحده واحده، ويبدا الاب والام بيسالوا مش بر بينا ابننا، مش بر بينا ليه؟ طب افتكر انت كنت بتعمل ايه؟ فارجوك يعني ادي احترام وادي حب، وصدقني مش ابنك بس اللي محتاج الحب، انت محتاج الحب، لما بتحضن ابنك انت اللي محتاج الحضن ده مش هو، انت اللي هتحس بالامان وبالراحه وبالسكينه وهتحس فعلا بمتعه الحياه. الحياه وجمالها ان انا اكون مركزه مع بيتي، مركزه مع زوجي، مركزه مع اولادي، مش مركزه مع الشوبينج ومركزه مع الخروجات ومركزه مع العلاقات ومركزه مع اصدقاء النادي. العلاقات الاجتماعية جميلة ولكن يكون في توازن، يكون في حدود، الأولوية هي البيت والأولاد، ويا رب كل أسرنا تبقى جميلة وحلوة، وعايزين نخرج كده نشء وأطفال يكونوا هم جيل المستقبل فعلا، يكونوا بصحة نفسية جيدة ويكونوا يعني رجالة وستات قد الدنيا. يا رب. بنشكر حضرتك جدا دكتورة نجوى رجب الدسوقي الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. الحقيقة إن زي ما بنتكلم على الصحة النفسية وزي ما كانت دكتورة نجوى بتتكلم
بنتكلم دلوقتي ان فكره الاهتمام بمواهب ولادنا وبتمرينهم طول الوقت علشان يلاقوا حاجه مفيده تشغيلهم وينموا قدراتهم ومهاراتهم في مجالات مختلفه. الفقره اللي جايه او التقرير القادم هيتكلم عن موهبة متميزة جدا في مجال يعني الحقيقة مبتكر ومختلف وهو النحت، لكن النحت على الأقلام الرصاص ونوع من الأنواع النحت الصعبة جدا. الفنان الجميل اللي عنده الموهبة دي اسمه إبراهيم بلال. هنتابع ونشوف هذا التقرير ونرجع نكمل معاكم حلقتنا في يوم سعيد. أنا إبراهيم بلال، سني 32 سنة، بشتغل فنان تشكيلي ونحات مصور. نحت المصورات يعني أنا ما اخترتش المجال ده، أنا بعد فترة طويلة جدا من شغلي كفنان تشكيلي لقيت نفسي يعني بنجذب للمنحوتات المصورة بشكل عام أو المصورات. كنت شفت فيديو لفنان تايواني كان نزل مجسم معمول على سن قلم رصاص، ده خلاني يعني احب الموضوع وزاد فضولي جدا تجاهه، يعني اللي هو ازاي بيقدر ينحت مجسمات بالحجم ده في مساحه لا تتعدى ال 2 ملم ولا 3 ملم. يعني ده بقى اللي دخلني لقصه النحت المصغر، يعني هو فضول مش اكتر. هو في البداية بالنسبة لموضوع النحت يعني اتعلمته بالصدفة زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، يعني بدأت أجيب أقلام رصاص وأبدأ أحاول أنحت عليها. طبعا الموضوع بالنسبة لي كان الأول يعني مستحيل أنه أي حاجة من دي تظهر أو أن أنا أقدر أنتج عليه، لأنه طبيعة القلم الرصاص مش معمول عشان كده أصلا، يعني هو خامة هشة جدا مش معمول علشان يتنحت عليه أو أن أنت تقدري تطلعي تفاصيل دقيقة عليه. بس فمع المحاولات المتكررة يعني أنتجت عمل واحد كان على شكل قلب، يعني كان شكل بسيط يعني، فده خلاني يعني إلى حد ما أعرف إن هو لا الموضوع ممكن طالما أنا عملت مجسم يبقى ممكن. فمع برضو المحاولات المتكررة وكان قضية وقت فراغ مش أكتر، يعني أنا بخلص شغل فبقعد ألعب بمعنى أصح بالقلم، فالموضوع بدأ يتدرج معايا من مجرد وقت فراغ لمهنة، يعني بدأ الموضوع ياخد معايا بالتدرج، التفاصيل بتتدرج معايا، الأفكار بتتدرج معايا، بدأ الموضوع لا بدأ يسمع بقى عالميا، يعني اللي هو خلاص لا في فنان مصري بيعمل الشغل ده بالدقة دي. فبصراحة هو الموضوع في البداية من بدايته كان صدفة تماما يعني. هو في البدايات طبعا كل شيء صعب، يعني كان لو انا مثلا دلوقتي باخد في المجسم 40 ساعة فانا طبعا ما اقدرش انتجه بالدقة دي زمان، بس يعني الاول كانت مجسمات بسيطة ما فيهاش اي افكار ما فيهاش اي رسالة بمعنى اصح، لحد ما بدأت يعني اروج بقى للاثار المصرية عن طريق النحت المصغر. انتجت عمل حجر رشيد ونماذج برضو من مدينتي بما ان انا من رشيد، يعني فكان يعني بحاول برضو اظهر هويه الشخص الرشيدي بقى، يعني انت دلوقتي مصري ده بشكل عام، طيب انت اصلا منين؟ انت من رشيد. فبدات اوضح هويه الشخص الرشيدي اللي جوايا بقى، فكره انتاج اعمال تمثل مدينه رشيد زي حجر رشيد تمثال علي بك السلانيكلي، ده كان محافظ رشيد ايام الحمله الانجليزيه. بدأ بقى الموضوع يتدرج معايا تاني لان انا ابدا اجسد اثار مصريه، تمثال نفرتيتي، تمثال اخناتون، قناع توت عنخ امون، تابوت توت عنخ امون، لحد ما مؤخرا يعني طبعا اعمال مصريه قديمه كتيره، يعني لاخر عمل ليا كان في المصري القديم يعني كان معبد ابو سمبل، وان شاء الله ده بصدد تقديمه لموسوعه جينيس للارقام القياسيه، يعني بحكم انه اظهر مجسم منحوت لمعلم اثري. بالنسبه لاكتر حاجه حبيتها واكتر مجسم حبيته يعني هو كان
تمثال أو تصور لشخصية الناصر صلاح الدين الأيوبي. يعني ده أكتر وقت خدته في مجسم بدأت فيه، يعني اشتغلت فيه أكتر من 60 ساعة لأنه كان تمثال طولي وكان فيه تفاصيل كتيرة، يعني خد وقته معايا وقت طويل. طيب هو بالنسبة للمجسمات، هل بحتفظ بيها أو ببيعها أو إيه اللي بيحصل؟ أنا بعمل معارض كل فترة ببيع من خلالها، وفي الغالب بيكون الطلب أونلاين، يعني في الغالب، لأنه غالباً الجمهور بيبقى مش مصري في الغالب بنسبة كبيرة. الجمهور المصري طبعاً بيبقى عن طريق المعارض، فهي أوريدي أعمال فنية ليها قيمة وبتتباع يعني بفلوس. بالنسبة للوقت المستغرق، يعني في كل قطعة وعلى حسب تفاصيلها وعلى حسب الفكرة وعلى حسب الشخصية اللي أنا بجسدها، بس متوسط نقول 40 ساعة عمل للمجسم الواحد. أنت بتعمل إيه في الأربعين ساعة؟ أنا بشتغل على مساحة 4 مليمتر أو 5 مليمتر أقصى تقدير، يعني نص سنتي. فتخيل أن أنت بتنحتي راس وجسم تشريح عضلي وبتراعي النسبة والتناسب في تمثال لا يتعدى طوله أو سمكه 3-4 مليمتر. فهو الموضوع صعب جداً، لأنه لو أنا تعاملت بمنطق الوقت هزهق، والنوع ده من النحت ما ينفعش فيه زهق ابدا. يعني هو يعني انا حتى ما بحددش وقت، يعني انا ما بقولش مثلا انا هقعد قد كده في التمثال ده، لا، هو التمثال بيخلص لما يخلص، يعني ما بحسبهاش انا بحسبه الوقت. هو بالنسبة لأدواتي، يعني هي أدوات بسيطة جداً، عبارة عن قلم رصاص وكتر قلم أو ديتيل نايف أو سكينة تفاصيل أي مكان يعني مسماها، والميكروسكوب بس. بالنسبة للمنحوتات، يعني أنا بشوف الحاجة اللي تمثلني أكتر أو الحاجة اللي أنا عايز أعبر عنها بفني ده. زي ما بقول إنه في نحاتين يعني مصغرات على مستوى العالم، في 5-6 بارزين، بس أنا بقول إنه اللي بيميزني عن نحاتين المصغرات على مستوى العالم إن أنا يعني يعتبر كان أول حد يناقش أفكار يتكلم على الـ على الـ على القلم. يعني مثلا في أحداث غزة عملت مجسم لدبابة عليه سهم المقاومة وهكذا. اللي أقصده إنه في أفكار بتتناقش من خلال الفن ده، هو مش مجرد لعب على سن القلم أو تقضية وقت فراغي. يعني أنا بقول أنا أزعم إن أنا حاولته من مجرد تقضية وقت فراغ لفن كامل متكامل بتناقش فيه فكرة وتوصلي فيه رسالة وتقولي فيه اللي أنت عايزة تقوليه. والله هو الحدث، يعني أنا بقالي فترة صراحة ما بشتغلش، يعني بقالي أكتر من 5 شهور ما بشتغلش، بس بحكم اللي حاصل في الدنيا والعالم فالواحد صراحة محبط جدا. فكنت بدأت في تمثال بيجسد مشهد من غزة لشخص شايل ابنه المتوفي. بالنسبة للمعارض، وأنا عملت أكتر من معرض، يعني بفضل الله عملت أول معرض ليا كان معرض شخصي في الاحتفال بمئوية متحف الفن الإسلامي، كان اسمه كنوز من الرصاص. المعرض كان فيه حوالي 30 قطعة، لأهم القطع اللي أنا انتجتها بتعبر عن الحضارة المصرية والهوية العربية بشكل عام يعني. وبرضو الحمد لله كان معرض لقى رواج كبير. عملت برضو شاركت في كذا ملتقى وكذا معرض في جاليريهات خاصة. بالنسبة للجوائز، أنا خدت في يعني من 2014 كنت واخد مركز أول على مستوى الوطن العربي في فن البورتري من مهرجان همسة الدولي للإبداع والفنون. بعده اتكرمت من حزب حماة وطن، إنه أنا كنت ملهم السنة أو شخصية السنة. اتكرمت برضو من كذا جهة يعني المصرية بفضل الله. كنت متحدث يعني أكتر من مرة في تيد كمتحدث تحفيزي. بالنسبة للجائزة اللي خدتها السنة اللي فاتت أو 2022، هي كانت مسابقة على هامش مونديال قطر
شارك فيها آلاف الفنانين حوالين العالم يعني، وبفضل الله بعد التصفيات لأكثر من سنة وشهرين أو ثلاث شهور حصلت فيها مركز أول على مستوى العالم. ده أحدث حاجة يعني. بالنسبة اللي أنا حابب أوصل له عن طريق فني ده، والله أنا حلم بيراودني من ثلاث أربع سنين فكرة إنشاء أول متحف مصغرات في الشرق الأوسط. الموضوع موجود في أكتر من دولة عالميا، بس للأسف مفيش الفكرة دي مش متطبقة في أي دولة من دول الوطن العربي. فبصراحة أنا نفسي الفترة اللي جاية إن إحنا، وبرضو الموضوع مش هيبقى قصر على إبراهيم بلال بس، يعني هيبقى هنجيب نحاتين أو فنانين مصغرات. مصر مليانة طبعا، وفي أكتر من فنان رائد في مجاله يعني، يتعمل متحف فن حديث خاص بنحت المصغرات أو بالمصغرات بشكل عام. أكتر من فنان يأسسوه، وأعتقد أن الفكرة هتلاقي صدى عالمي يعني، لأنه ما فيش دولة عربية فيها المتحف ده دلوقتي. لسه معاكم، وهنروح دلوقتي لفقرة مهمة جدا يعني تخص كتير من الشباب والله، وغير الشباب كمان، مراحل عمرية مختلفة هنناقش فيها. هي فكرة ربما تكون مع مبدأ أو مع توجه ريادة الأعمال ومع شركات النشأة وغيرها. بندخل هنا عن مصطلح ومسمى الفريلانس. مؤخرا بدأنا نشوف المصطلح موجود كتير، أو الشغل الحر يعني عرضنا الكلمة فيها، أغلب الناس بتفضل أنها تتجه إليها، سواء بالنسبة لحد عنده موهبة معينة، عنده مهارة معينة، عنده تخصص معين بيجيده، فيقول لك طب أنا ليه أشتغل مع شركة واحدة أو مع طرف واحد، طب ما أنا أشتغل بالمهارة بتاعتي دي مع أكتر من شركة وأكسب هنا وأكسب من هنا. وبرضو الشركات، في توجه من بعض الشركات يقول لك طب أنا ليه ألزم نفسي بموظف معين أيا كان التخصص وأعينه ويبقى ليه بدلات ومرتبات وأمور معينة، طب ما أنا أشتغل معاه كفريلانس يعمل لي الحاجة اللي أنا طالبها، وده يدي مجال كمان للمنافسة واخد الأفضل بأفضل سعر وأفضل خدمة هيتم تقديمها من الفريلانسر اللي هنتكلم عنه هنا. معنا الأستاذ أحمد ناجي، استشاري الموارد البشرية. هنتكلم عن المصطلح نفسه وإزاي هو موجود حاليا في مصر ومستواه في مصر وانتشاره وإيه المطلوب علشان يتطور بشكل أكتر. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك فندم، إزاي حضرتك، عامل إيه، أخبارك، ويومكم سعيد. يومك سعيد. يعني حضرتك منورنا. فكرة العمل الحر من الأفكار القديمة، لكن دلوقتي بقى لها شكل تاني مختلف. يعني يمكن زمان كانت الحكاية ان انا اشتغل في المكان ده وبعدين ادور على شغلة يمكن ما تمتش للشغلانة اللي انا بشتغلها بصلة علشان أزود دخلي، كانت دي النقطة وفقط. لكن دلوقتي حتى الطلبة في الجامعات يقدروا يشتغلوا مثلا ترجمة، يشتغلوا حاجة متعلقة بالبرمجة، بحاجة متعلقة بالسوفت وير، في أي حاجة من الحاجات التكنولوجية. فبقى المجال مفتوح وهم قاعدين في البيت، الموضوع بقى يعني يقدر يتواصل مع أكبر الشركات بره البلد اللي هو فيها ويقدر يكسب بمبالغ أكبر. الصورة بقت مختلفة، حضرتك بتشوف الصورة إزاي وتشرحها لنا بقى كمتخصص في الموارد البشرية إزاي؟ برحب بحضراتكم مرة تانية وبشكركم على الاستضافة الكريمة. أنا بشوف القصة زي ما أحمد بيقال إن هي مش قصة اللي لسه بيبتدي حياته، لا، هو حتى اللي موجود دلوقتي عنده شغل أساسي هو محتاج شغل إضافي لأسباب كثيرة، والأزمات ما بقتش أزمات في مصر بس، بقت أزمات عالمية. فأنا دايما لازم أكون جاهز، فهي دي نقطة البداية لازم أنطلق منها. طيب، هو القصة بتبتدي إزاي؟ إحنا دايما، أنا عندي سؤال دايما ببتدي فيه لما بنروح أي student activity أو أي جامعات مصرية، ونيجي نسأل سؤال بسيط قوي، أنت فين من على السوشيال ميديا؟ فبنبتدي نسأل على أول حاجة، أنت عندك فيسبوك ولا لأ؟ كله بيرفع ايده. اقول لك تفتحه كل يوم ولا لا؟ كله بيرفع ايده. نيجي نسال السؤال الاهم بقى واللي هنساله حضراتكم، احنا كم واحد عنده لينكد ان؟ قليل جدا. وحضراتكم؟ انا ما عنديش. كم واحد عندي بس ما مش بتفتحيه. هي دي القصه. من اين
هبتدي الحكاية، أنا مجالي إيه وهبتدي إزاي. وده كانت القصة، إن إحنا إن البداية لدى الجميع زي ما حضرتك قلتي، سواء فيسبوك أو لينكد إن، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا، أنا آسف بقى لمقاطعة حضرتك هنا، علشان برضو اللي تابعنا وسامع سؤال حضرتك هيهمه إن هو يجاوب. نوضح فكرة لينكد إن كموقع متخصص في مسألة يعني عرض. طيب، هو لينكد إن ده هو موقع زي ما حضرتك قلت كده متخصص جدا. هو ناس بتعرض عليه خدمات زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي في الأول، وناس بتعرض عليه وظائف، وناس بتدور على وظائف. تمام. بس هو متخصص أكتر في هذا الشق، مفهوش أي أحداث تانية بتحصل زي باقي البلاتفورم اللي موجود. ده كان مهم عشان بس السؤال حضرتك كل واحد طبعًا بيتفرج عليه. وأنا بعتذر ما وضحتش. لا عفوا عفوا. طيب، فدي القصة. إحنا مين اللي فتح لنا الأفاق ده؟ وهاخد من كلام حضرتك برضو، حضرتك قلت لنا إن ممكن وأنا قاعد في بيتنا أتواصل مع أي حد في العالم وأكسب بشكل معين. فنبتدي نقطة هنا، إن إحنا النهاردة جايين عايزين نقول إن في حاجة اسمها عمل حر أو فريلانس. أنت تبتدوا البداية بتاعتك من الموبايل اللي في إيدك، مش محتاج منك أكتر من كده. تمام. بس الصورة مغلوطة عند بعض الناس، يعني إنه من الموبايل اللي في إيدي، فأنا ممكن بعض المواقع تروج لأشياء غير سليمة وغير صحيحة، فأنا أنساق لها لصغر سني، لعدم خبرتي، لرغبتي في الكسب السريع. فبرضو نوضح الفرق ما بين الاثنين. أنا أضمن منين إن الشركة دي شركة يعني جيدة؟ إيه الضمانات أو الأمان للشخص اللي هيحط السي في بتاعه أو الحاجة بتاعته على وسائل التواصل الاجتماعي ويبدأ يشتغل في مكان ما؟ طيب، إحنا مبكوناش هنقول له يثق على طول قبل ما نقول له هو إزاي هيشتغل. فأنا عايز أقول له الأول أنت إزاي، أنت فين بقى؟ ما هو إحنا بنيجي نسأل سؤال مهم جدا، أنت خبرتك إيه؟ أنا والله خبرة في المحاسبة، خبرة في الاتش آر، خبرة في سين من المجالات. طب إيه مهاراتك؟ فأنا ابتدي الأول أشوف مهاراتي إيه. إحنا أي HR في الدنيا، إحنا لما بنيجي ندور على أي حاجة في أي موظف بيقدم عندنا، أو أي شركة لما بتيجي تقدم على أي حاجة في أي حد هيشتغل معاه، بتدور في ثلاث حروف دول KSA، مش السعودية، ماشي؟ KSA دي إيه؟ أول حاجة النوليدج، المعرفة بتاعت الراجل ده عنده معرفة عن إيه. فلما أجي أقول له هيشتغل كاستمر سيرفيس، فأنا الكاستمر سيرفيس ده أنا مش عايزه يعرف حاجة غير إن أنت هتعمل ايه، هترد على تليفون او هترد على عملاء في السوشيال ميديا او حاجه. طب تاني حاجه، احنا قلنا الاس اللي هي السكيل بتاعتك، فانا محتاج ايه في الكاستمر سيرفيس دي؟ انا محتاج اكون يبقى عندي، لو انا هتعامل مع اجانب يبقى عندي انجلش كويس، بعرف اتعامل مع الكمبيوتر كويس، بعرف كوميونيكيشن كويس مع الناس. دي حاجه. اخر حاجه واللي هي الاتيتيود او الابيليتي، شغلنا دي لايقه عليا ولا لا. فانا لازم اقعد قبل ما ابتدي اقول انا هبتدي في عمل حر او ابعت سي في لشركه او هبتدي في اي حاجه، وانا نافع في الشغلانه دي ولا لا. يعني هو ممكن يبقى لو في خدمه العملاء مثلا عنده المعلومات وعنده ان هو يقدر ان هو يعني يقدم المعلومه، ولكن ربما ممكن مهاراته لا تسمح. طبعا يعني مثلا باله مش طويل. باله مش طويل. ودي حقيقه. كم من ناس محاسب مثلا، هو راجل قاعد على المكتب بورق وبتاعه مش عارف، بس هو راجل بالبلدي كده حرك، هو عايز يتعامل مع عميل ويجيب ديل هنا ويجيب ديل هنا. والعكس صحيح، حد منطوي، والانطواء ده على فكره مش حاجه قله ادب ولا حاجه، مش عيب خالص. انا انسان منطوي، ما يعني ابقى قاعد مع حقه، انا مكسوف اتكلم، مكسوفه دي ما لهاش علاقه ان انا اقول له لا انت خش بقى. انا كراجل بتاع HR اوجهه، او انا اخده انا من على الانترنت اقول له انت تشتغل مع عملاء. أنا أصلاً ما بعرفش أتكلم كلمتين على بعض. الكوميونيكيشن مش فضل. بس حضرتك قلت نقطتين مهمين. إن أنا إزاي أعرف إن أنا أنفع للشغلة دي ولا لأ؟ دي نقطة صعبة قوي، خاصة لو أنا لسه خريج جديد أو أنا لسه بدرس ونفسي أشتغل وأنا في الجامعة. النقطة الثانية المهارات. أنا وأنا في مراحل تعليمي الأولية عايز أخلي مهاراتي تبقى مواكبة لسوق العمل اللي بيقفز قفزات سريعة الأونة الأخيرة دي والسنوات اللي احنا عايشينها. وبالتالي أنا لازم دماغي بقى في فكرة النوليدج هنا تبقى مختلفة في معرفة الحاجتين دول. أعرف نفسي إزاي، أعرف أنا أنفع في إيه إزاي، خاصة لو أنا بدرس في كلية التنسيق اللي وداني ليها مثلا يعني.
والحاجة التانية أنمي مهاراتي إزاي؟ إيه المهارات اللي سوق العمل محتاجها دلوقتي ومحتاجها في المستقبل؟ هايل. طيب خلينا ناخد من النقطة الأولى حضرتك قلتي عليها، إن بقى في حاجة أنا بحسد الطلب عليها في الجامعات دلوقتي اسمها الستودنت أكتيفيتي. بيبقى شاب لسه أصلاً ما بدأش أي حاجة في حياته بيكلمني يقول لي إحنا عاملين إيفنت في الجامعة، جامعة القاهرة مثلاً، وأروح ألاقي حاجة حرفياً عظيمة، حاجة أنا أفتخر بيها. فأنا ما ينفعش، يبقى حياتي الجامعية هي عبارة عن إيه؟ إن أنا بروح أكل سندوتش الشاورما والكان أو أي حاجة وبمشي. لا، في حاجات في الجامعات المصرية دلوقتي تدعو للفخر حرفيا، لان احنا يعني احنا بنعيشها دلوقتي. انا بقول لحضرتك انا لو رجع بيا الزمن الحاجات دي موجوده انا بحسدهم. والحقيقه كمان يا فندم وزاره الاتصالات عامله شغل ممتاز جدا، المنصات اللي بتوفرها طبعا فبتاهلك ممكن وانت لسه كمان طبعًا موجود. وزاره الشباب والرياضه برضو يعني عامله برضو شغل هايل جدا. يعني يعني انا فاكر سياده الوزير كان في رمضان مجمع كل الاتش ار بتوع اكبر براندات عشان خاطر يشوف سوق العمل وازاي نوفر للناس وظايف. فلا الوزارات والدوله بشكل عام الصراحه عامله دور كويس جدا مع الشباب في القصه دي. فده كان ردا على السؤال بتاع حضرتك ان ازاي الاستودنت اكتيفيتي لها عامل مهم طبعًا جدا في انها حاجة تنمي مهارات الطالب. دي اهم حاجه. اعرف منين مهاراتي؟ ما هو في هاخد برضو من فيلم احمد مكي كده قالك ما اجرب يمكن اعرف. احنا عندنا مشكله ان احنا بنخاف نجرب. ف يعني جرب. ما هو احنا كنا بنتكلم انا وحضرتك فندم على التقرير اللي كان قبل كده، لو اتكسر منه هو جرب واتكسر وباظ واتقطم مرتين وقام كسر الالم ده مره واحده عشان اتنرفز جدا، بس هو عمل حاجه مهمه جدا. احنا كلنا للاسف ما بقيناش لينا طول البال نعملها، الاستمرارية. ان انا لما ابدأ في حاجة وما تنجحش مرة واثنين وثلاثة واربعة خلاص بقى انا تعبت. لا، ما هو لازم تستمر. هو الفشل بوابة للنجاح، ولازم نبقى كلنا عندنا المرونة في استقبال الفشل علشان نعرف ننجح. طبعا قولا واحدا. طب اكتر المجالات يا فندم اللي نقدر نقول كفريلانس يعني مصطلح يقبل ان اشتغل من خلاله فعلا واستغل مهاراتي في جزئيه معينه، هل في مهارات معينه ما اقدرش ان انا اوظفها من خلال فريلانس؟ طيب احنا بس عشان نبقى واضحين، طبعا في مواقع كتيره جدا، مواقع موثوق فيها نقدر نشتغل من خلالها موضوع الفريلانس وموثوق منها ونقدر نشتغل بشكل قانوني وبكل حاجه ما لهاش اي علاقه بحاجه. تمام. طيب ايه المجالات اللي نقدر نشتغل فيها؟ اهمها راجل يكون بيفهم في الفوتوشوب. ده من اكتر الحاجات اللي ممكن دلوقتي مين ما بيحاولش يبقى عنده بيج والبيج دي يبقى شكلها حلو ويبقى عنده صور ويسوق لمنتجات او يعمل ده احيانا حد يطلب يعمل له كفر بس الصفحه بتاعته مجرد الصفحه. الموضوع ما بقاش يتطرق، يعني اعرف شباب في الجامعات لسه هو مش لازم فوتوشوب، في مواقع جاهزه بتعمل تمبلت. انا مش عارف، لكن هو عارف وعارف يوصل لي كعميل وعارف الاداه اللي هو هيعملها، فبالتالي بيعمل انا لغايه وقت قريب كان كل صفحات انا بعمل كل شغل بايدي. عملت ايه؟ نهرت في السوشيال ميديا، فابتديت اعرف القصه ماشيه ازاي، اللي هي القوالب الجاهزه. يعني القوالب الجاهزه مظبوط. فهي القصه ان دي اول حاجه. تاني حاجه ودي حاجه مهمه جدا، زي ما قلنا في الكوميونيكيشن ان انا ممكن اكون خجول ان انا اتكلم مع حضرتك، بس انا ممكن اكون بكتب محتوى محترف. فدي من الحاجات اللي بيدفع فيها فلوس حلوه قوي، ان انا اكتب محتوى، سواء محتوى ده يكون اعلان، سواء محتوى ده يكون مقال، سواء يكون ايا كان نوع المحتوى اللي بيتم كتابته. فدي من الحاجات المهمه اللي احنا ممكن نشتغل عليها برضو. تاني حاجه ان انا ودي ممكن نساعد بيها بقى الناس اللي حضرتك بتقول عليها، ان انا عايز ابقى عندي دخل تاني، وده هيرجعنا تاني ان السوشيال ميديا بتاعتي لازم تبقى كويسه، عشان راجل محاسب شاطر قوي، فانا محاسب ضرايب، فانا بشتغل في شركتي بخلص الساعه 2 ما بعملش حاجه لغايه ما براوح. طب انا لو ابتديت احط المعلومات او المشاكل اللي بتقابلني كمحاسب على السوشيال ميديا وضربت مره، ما هو كل القصه ان هي بتضرب، سواء فيديو سواء بوست سواء حاجه، وابتدت الناس تتصل بيا تقول لي والله عندنا مشكله في شركتي ممكن تيجي تشوفها لنا، ويبقى في زي عقد اتفاق ما بيني وما بين الشركه. ابتديت اوظف الخبرات العمليه كمان كاستشارات وكخبرات تقدر تدخل لي دخل تاني بدون اي مشاكل ممكن تقابلني. مستشار يعني عند الحاجه. مستشار عند الحاجه ده حقيقي.
وبيبقى بعقد ما بين الشركه وما بين الشخص وبتبقى الامور ماشيه كويسه جدا. هو احنا ممكن ننصح ببعض المنصات المواقع اللي ممكن من خلالها اي حد عايز يشتغل في مجالات بعينها يقدر يدخل عليها ويلاقي وظايف من خلالها؟ انا عايز اقول حاجه ان 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 احنا عندنا اصل بنشوف على السوشيال ميديا ناس بتعمل فيديوهات كده انك لو دخلت على الموقع الفلاني انت تقدر مثلا تشتغل ترجمه والترجمه دي بالسعر الفلاني وبكذا وما اعرفش ايه، انك ممكن تعمل حاجه جرافيك، انك يعني بيبقى في تسويق لحاجات لمواقع شبه دي. مظبوط. احنا عايزين نفرق بس ان في ناس طبعا صناعه المحتوى حاجه مهمه جدا، مش هنقدر يعني نتجاهل ان صانع المحتوى او وظيفه صانع المحتوى والراجل البلوجر بقت حاجه مهمه جدا في حياتنا. انت بتشتغل ايه؟ بشتغل بلوجر دلوقتي يعني. وفود بلوجر وحاجات جميله يعني. بس في نقطه هنا ودي اللي حضرتك اشرت ليها في الاول، ان مش كل المواقع اللي بيتم النشر عنها هي للنفع، لا هي للشهرة أكتر منها. طيب أنا بنصح بإيه بقى؟ أنا بنصح إن جوجل عمره ما زعل حد خالص يعني أنا أنا أخش أكتب اللي أنا عايزه زي ما بيقولوا كده، أنا آسف، بالبلدي، خش أكتب أنا عايز موقع لكتابة المحتوى بمقابل، هو نفسه بيعمل يعني هيجيب لك كل حاجة أنت عايزها. أنت وبعدين اتعب شويه ودور بس. دي اول حاجه. ليه؟ انا لما الناس لما بتاخد حاجه على الجهاز بجد مش هتتعلم حاجه. فانا عايزك، لا انا مش هقول لك اهم 10 مواقع في كتابه المحتوى عشان، لا انا مش عايز اقول لك كده، انا عايز اقول لك خش على جوجل. احنا الناس بتتعامل بشات جي بي تي دلوقتي، يعني شات جي بي تي يعني احنا رايحين في حته تانية خالص، رايحين في حته تانية خالص. ده وبيتطور، ده بيتطور وبيخوف وحاجات صعبه جدا. ليه بيخوف من وجهه نظر حضرتك؟ بيخوف طبعا فكره ان انا استغنى عن الانسان وهو اللي هيبقى القائد والملهم والكلام ده عاري تمام من الصح. يخوف ان احنا يبقى عندنا جهل بيه. ده الخوف، ان احنا دلوقتي الناس كنا بنقول الاول الاميه واحنا عندنا كام نسبه اميه، ولا وصلنا ان الامي هو اللي ما بيعرفش يتعامل مع الكمبيوتر، وصلنا بقى اللي مش هيتعامل مع الشات جي بي تي. فدي قصه ثانيه. فخلي حضرتك كمان قبل شات جي بي تي، انا لسه بشوف ناس يعني وناس مفترض ان هي في قامات كبيره في عندهم وظايف مرموقه حاطط فراشه على الفيسبوك بتاعه. لا، انت ده البراندنج بتاعتك، انت لازم تكون حريص ان الفيسبوك بتاعتك دي بتعبر عنك. وده دايما اللي بنقوله للطلبه، ان انت ابتديت تكتب محتوى هادف يقول لك لا ده صفحتي الشخصيه وانا اكتب عليها اللي انا بتاعك، اسمك معروف، صورتك معروفه. كمان الكفر ده مش معمول كده يعني، الكفر ده معمول عشان خاطر انا في حاجه اسمها مثلث، ان انا اعرف من حضرتك انت بتعمل ايه. المثلث ده عباره عن الكفر والصوره الشخصيه بتاعت حضرتك، انت هي انت حاطط صوره من فرح ولا حاطط صوره وانت واخد سيلفي مش عارف فين، انت حر ما عنديش مشكله، بس انت مستهدفك من اللي انت بتعمله ده ايه؟ انا ما بيجيليش حاجه. ما هو مش هيجي لك حاجه. واحيانا اسم الاكونت نفسه فهم. طبعا انا عايز اقول لحضرتك دلوقتي ان في شركات بعد ما بتعمل مع حضرتك الانترفيو هو بيرجع يبص على الاكونت بتاعتك على البلاتفورم. في شركات دلوقتي احنا لما بنعمل ابلود للسي في دلوقتي بقى في ابلود للسي في على الموقع بتاعهم، يقول لحضرتك حط لي الاكونت بتاع فيسبوك، حط لي الاكونت بتاع لينكد ان، هم بيعملوا ريفيو عليه فعلا. شئنا ما بين ده صح او غلط وده حريه شخصيه او لا، هو بقت جزء من حياتنا، ما طبعا ينفعش الاستغناء عنها، وما ينفعش اصلا يعني ان نقول دي حاجه بتاعه تسليه وفقط يعني. يعني اشكرك لان الناس بتبقى شايفه لا، وانا وفكره كلمه انا دي بتحصل كتير في الجامعات، يعني نقاش حاد جدا حضراتكم مش قادرين تتخيلوا، ان لا وانا حر احط اللي انا عايزه. انا ما عنديش مشكله، انت طبعا حر، بس انت شوف الفيدباك اللي هيجي لك من ان انت حر، والفيدباك اللي هيجي لك لو انت ابتديت تمشي البلاتفورم بتاعتك بس كده. هي حريه مسؤوله يعني، حريه ولكن أشكرة. انت مسؤول عنها والمردود بتاعك. اشكرك يعني مسمى في منتهى التلخيص لكل الامر. تمام. طيب احنا عندنا احيانا برضو من ضمن المجالات اللي كنت لسه بتكلم في مساله الكرياتيف،
يعني البعض احيانا زي ما بنقول صانع المحتوى الفكره في حد ذاتها بياخد عليها فلوس، ده اكيد. فدي حاجات بسيطه جدا ممكن زي ما بنقول كده يتسرق منه حاجه. ايه الضمانات لدي ولغيرها من المجالات اللي اقدر اقول لازم عشان هتقبل على استخدام فكره الفريلانس تكون حريص عليها عشان تحفظ حقوقك وكمان تاخد يعني المقابل المناسب ليه؟ طيب احنا عندنا مشكله كده بتؤرقنا، هذا يا عم انا لو رحت الضرايب الضرايب مش هتسيبني في حالي لا القصه دلوقتي يعني انا يمكن انا لسه عارف المعلومه دي للاسف متاخر، ان دلوقتي انت عشان تفتح المجال بتاعك السوشيال ميديا بالاخص انت ممكن ببطاقتك عادي جدا تروح على عنوان بيتك تفتح بطاقة ضريبية وسجل تجاري وتبقى راجل شغال بشكل رسمي تماما، وتقدر تحفظ كل حقوقك وكل حاجة وتبقى كل حاجة مكتوبة بالمسمى نفسه. طب دي معلومة مهمة جدا. يعني انا لسه عارفها تقريبا من شهر بس، يعني عرفتها من محاسب قانوني كتر خيره يعني. فببطاقتك انت ممكن تروح تعمل لنفسك سجل تجاري وبطاقة ضريبية وتبتدي زي ما بيقولوا تشتغل رسمي. الشغل الرسمي ما فيهوش مشكله، انا دايما كان عندي كلمه كده بحب اقولها، الورقه والقلم ما بتزعلش. فانا طول ما انا ماشي ورقه وقلم سليمه صحيحه كل حاجتي تمام ما في مش هزعل ولا حد يقدر يجي على حقي لان انا موثق كل حاجه وشغال بشكل جيد جدا. طيب فكره برضو ان الواحد يبقى طول الوقت قاعد بيدور على شغل وهو زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شويه اوفر كواليفايد، شاطر جدا لدرجه ان هو بيترفض من الاماكن دي علشان هو كفاءته عاليه جدا وبيطلب مثلا راتب عالي جدا وبالتالي هو ما بيقبلش. هل فكره العمل الحر او الفريلانس تخلي الناس الاوفر كواليفايد دي تلاقي نفسها اكتر تعرف توجد وتخلق لنفسها فرص عمل متنوعه ومختلفه احسن كتير من ان هو يروح يشتغل في شركه معينه هو بيطمح وبيامل ان هو يكون في المكانه دي؟ طبعا، ويمكن بتدي له فرصه اكبر، يعني بدل ما انا كنت بطمح ان انا هروح اشتغل في الشركه دي انا ممكن اروح وده حصل معايا انا شخصيا ان انا اروح ادي كورس للناس اللي في الشركه دي. ده حقيقي يعني، ده حقيقي وده حصل بشكل حقيقي. وده برضو هيتوقف على حاجه، ان انا ازاي بطور نفسي بشكل عشان الناس تعرفني. انا الناس تعرفني منين؟ الاول كنا بنقول لما بتبعت السي في هو السي في العنوان بتاعك ده. انا اكاد ان اجزم يعني ان احنا خلال سنه او سنه ونص كتير مش هيبقى في حاجه اسمها سي في. امال هيبقى في هيبقى في حاجه اسمها انا بلاتفورم بتاعتك، انا بجيبك من لينكد ان بس، انت ممكن تقدم من لينكد ان بس، تقدم من اي بلاتفورم تانية ممكن نصحى الصبح نلاقيها موجوده، تقدم من شات جي بي تي، يعني شات جي بي تي يعمل حاجه اعمل لي انت. هو دلوقتي حضرتك اصلا السي في بتاعنا العادي ده ما بقاش هو المعمول بيه، بقى في حاجه اسمها اي تي اس في الابلكن تراكنج سيستم. دلوقتي انا محاك كنت بتبعتي لي السي في على الميل، كنت انا اللي بعمل له سكريننج كانسان اسمي احمد ناجي اتش ار، انا بقول حضرتك تيجي ومستر احمد لا. دلوقتي السي في بقى يتكتب بشكل معين كي ووردز معينه، وبناء عليه احنا السي في القديمه بتاعتنا كلها دي اللي ما فيهاش كي ووردز مش مكتوبه بنفس الطريقه دي لما بنيجي نعمل لها. هي ايه الكي ووردز الجديده بقى دلوقتي؟ طيب خلينا ناخدها مثال على برضه نعرف الناس اللي بتعمل بقى سي في اللي يعمل. ناخدها مثال على مثلا الاتش ار. الاتش ار ده عشان خاطر يشتغل كاتش ار ويشتغل في هو مين اللي بيعمل الاتش ار الانترفيو عشان ياخده؟ بيعمله مفترض ان الاتش ار منه الرئيس مجلس اداره على طول. ده المفترض، لكن في شركات ما بتعملش كده. بس ما علينا، يعني الاتش ار الشركه هيعمل اتش ار للي جاي؟ لا ما فيش اتش ار، وانا جايب اتش ار ده بنأسس بقى. بس ده بيحصل في شركات محترمه بيبقى في حد جاي له اوفر فهو بيدور على اتش ار مانجر قبل ما يجي ويبقى رئيس مجلس اداره واثق فيه، فبيبتدي ممكن اتش ار يعمل اتش ار عادي، بس بيبقى مقابله يعني ما يعلم بها الا ربنا. تخيل الناس بتخاف من الاتش ار فهو رايح هو هيشتغل اتش ار رايح يقابل اتش ار يعني. طيب بيتكتب ازاي؟ بيتكتب هو لازم يكون وورد، ما ينفعش يكون تمبلت برضه من على اي موقع ولا اي حاجه خالص. بيتكتب بياناتي عاديه خالص، اسمي وعنواني، ما فيش عنوان اصلا. السي في مش لازم اكتب عنوان. احنا بنشوف ناس عيني بتبقى كاتبه انا ساكن في 4 شارع مش عارف ايه مدينه خالص. انا هطلبك بالتليفون او هبعت لك على الميل ايا كان، اكتب الاريا بتاعتك او اكتب ايجيبت بس وانا هبقى مبسوط، ما عنديش اي مشكله خالص. والميل بتاعك طبعا، وعندنا مشكله طبعا في الميل ده بما اننا بدون نصايح بقى، ان يبقى مثلا حد
محترم جدا ومقدم على حاجه جامده جدا ويبقى اسمه توتو مثلا في المين. طب ازاي؟ طيب ازاي ده انطباع هاخده عنه من البدايه؟ شكرا. طبعا طبعا دي من الحاجات المهمه جدا. بس الاول بقى انا اللي كنت بشوف السي في الجديد بقى انا بحط ازاي. انا مثلا اتش ار مانجر، فالاتش ار مانجر ده لازم يكون فاهم في حاجه اسمها المرتبات. فالمرتبات دي عندنا بتسمى بيرول، فانا لازم اكتب من الكي ووردز اللي مكتوبه ان انا راجل بفهم في البيرول، بفهم في حاجه اسمها بيرفورمانس مانجمنت او تقييم الاداء للموظفين، فانا اكتب ان انا اكتب الكي ووردز دي. راجل مفترض لو احنا هنشتغل على سيستم اتش ار مثلا، راجل فاهم في حاجه اسمها اتش ار اي اس. انا كده اختصرت السيستم بتاع الاتش ار ان انا راجل بفهم في الاتش ار اي اس، فانا كتبت الكي ووردز. في كل شغلانه في كي ووردز مخصصه ليه، وبناء عليه ببتدي احطها. زي برضو الراجل المحاسب، فهو لازم يكتب ان هو من الحاجات اللي هو بي 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 بيعرف يشتغل عليه لو في سيستم معين يعني بيشتغل عليه مثلا، بيقوم حاطط برضو ان هو في السيستم ده بدون ذكر اسماء معينه هو بيشتغل فيه كويس، الاكسل بتاعه كويس. فهي يعني هي بتتعمل بشكل لازم نقعد نبحث على كل شغلانه، وكل شغلانه ليها المسمى الكي ووردز بتاعتها بناء على الاكسبيرينس بتاعتي انا. بس طيب لو حد برضو يعني بيدور على 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 شغل وهو لسه احنا يعني فكره المهارات المستقبليه دي غير واضحه بالنسبه له، يعني كل مرحلة في مهارات، يعني احنا مثلا من 5-6 سنين ما كانش حد يتخيل خالص انه شكل السي في هيتغير، وكنا بنعمل حلقات نقول فيها السي في بتاعتنا عاملة ازاي والصورة تبقى ايه ومعرفش ايه. ففكرة ان كل شوية بيتم استحداث الاشياء، الطلبة في الجامعة والناس اللي بتشتغل، وفكرة كمان ان انا عايز اغير مجال شغل، يعني انا مثلا شغال، انا خريج اعلام بس ما اشتغلتش اعلام، وبعد وقعدت 10 سنين بشتغل بعدين عايز ارجع اشتغل اعلام، ده يعمل سي في عامله ازاي؟ ولا ايه المهارات او ايه الحاجات اللي تبقى مطلوبه منه في سي في؟ طيب هو حضرتك بتتكلمي على فكره الشيفت كارير او الكارير شيفتنج، ان انا بغير من مجال لمجال وعايز ارجع لمجال تاني. هو السي في زي ما قلنا ان هو فيه الاسم والميل والكلام ده، هو فيه حاجه اسمها بروفايل سامري اللي هم الكلمتين اللي بيتكتبوا في الاول دول عندي. احنا للاسف في بعض الشباب او بعض الناس بيقوموا جايبينهم كوبي بيست من اي مكان يقوموا حاطينه. انا امتى لو انا اللي بعمل سكرينج بقى مش السيستم او السيستم، فانا بكتب له ان انا مثلا هدي حضرتك مثال ان انا محتاج مدير اتش ار، مدير اتش ار في شركه سبلاي تشين مثلا نقل بحري وجوي والكلام ده، تمام. وده لقيت ان الراجل المقدم كان سبلاي تشين مانجر طول عمره. طب انت مقدم اتش ار مانجر ليه؟ فهو الراجل كاتب لي في السمري بتاعته ان هو حصل على مجموعه وظائف وما شابه ذلك، وبناء عليه هو بيقرر ان هو يعمل شيفت كارير. انا وانا شايف السمري، انا لسه ما نزلتش تحت قاعد. يعني اكتب له الجوهر اصلا انا جاي ليه في البدايه. حق انا لو اتش ار بقى فعلا بختار ناس صح، الراجل ده جاي من الفيلد اللي انا مختاره، انا شركه سبلاي تشين عايز مدير اتش ار سبلاي تشين. تخيل حضرتك حد هو فاهم اتش ار والتكنيكال مع بعض، هو ممكن يريح الامور ازاي عندي؟ هي دي الفكره. طب ممكن يقول لك لا، طب ما انا لازم يبقى هو شاطر في المنطقه اللي انا عايزه فيها او في الوظيفه اللي انا عايزه فيها، عن ما انه يبقى بيطمح انه يغير عمله يعني. لا لا، هو الراجل كاتب انه هو اشتغل على نفسه وخد كورسات وبناء عليه هو فهو كاتب ده اشتغل على نفسه يعني هو كاتب ده اوريدي في السمري اللي هو كاتب وخدها فعلا، يعني هو خدها فعلا هو هو مش مش مقدم كده. انا انزل تحت ده انا بتكلم على كيس حقيقيه، انزل تحت الاقي ان الراجل واخد مثلا دبلومه اتش ار مثلا. فالقصه ساعتها هتفرق. فمنين بقى ان الناس تطلع ان المهارات ايه هي وتي اس سي في يتغير؟ يتابعوا ناس مهمه يعني. انا نفسي بحب اقعد شويه كده على اي بلاتفورم اتفرج على اي فيديوهات من اللي بتطلع لنا مليون فيديو في اليوم، ما عنديش مشكله. بس انت لازم يكون عندك يوم في الاسبوع بتتابع حد هو مش هقول لك الملهم بتاعك، بس حد انت واثق في كلامه وما اكثره، وللاسف وما اقل ان هم الناس بيتابعوه. احنا بنحب نتابع الحاجات يعني هي هيفيدك بشكل حتى ولو بشكل غير مباشر. طبعا. طب انا احمد واحنا خلاص اتفقنا على السي في بشكله الجديد بالنمط الجديد بالمفهوم الجديد وقدمته وخلاص، تعالى علشان هيبقى فيه مقابله حلو وهبقى قدام الاستاذ احمد. اوكي.
يقول لي بقى او حضرتك تدي نصيحه للي هيقعد بمنتهى البساطه كده في جمل قصيره، يعمل ايه وما يعملش ايه. حلو. طيب اول نصيحه واهم نصيحه طبعا. ان الرزق بتاع ربنا ده معلش يعني ما يخافش من الاتش ار اللي هو ما يخافش من اي حد. الرزق بتاع ربنا، انت رايح مكتوب لك اللي بيحصل ده. يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا لو انا رجعت بنفسي 7-8-10 سنين انا مش هكون اتخيل ان انا اقعد مع حضرتك النهارده خالص. كنت فين وبقيت فين؟ هي دي الفكره، ان ربنا بييسر الامور من حيث لا تحتسب. هي دي الفكره. فدي اول حاجه ماشي، مش امانيات والله ولا حاجه، بس دي الحقيقه. دي اول حاجه. تاني حاجه ودي بقى المفاجاه، انا مش عايز اتصل بحد يساله رايك ايه اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ دي انا بشوفها. عارف حضرتك فاكر زمان الامتحان اما نخرج ونراجع مع زمايلنا وهو اصلا حل الغلط. هو بس في نقطه كمان عايزه اقولها لحضرتك، ان احيانا بعض الشركات او المؤسسات بتبعت كده فورم قبل ما اروح للمقابله، بتبقى الاسئله فيه يعني عجيبة وغريبة بالنسبة للناس يعني، وفيها أسئلة شخصية جدا وأسئلة معقدة وأسئلة والإجابات شبه بعضها، والواحد بيبقى هو ما تحطش أصلا في موقف شبه ده قبل كده علشان يعرف يجاوب إجابة نموذجية، وهي ما لهاش إجابة نموذجية. بس بتتحط في الاعتبار عند المؤسسة قبل ما يقابلوا الشخص كمان. تمام. فيعني حضرتك بتتكلم على ما شبه الاي كيو تيست اللي بيحصل. تمام. وده خلينا برضو متفقين ما بيحصلش في شركات كتير. يعني ما بيحصلش، بس لو حصل انا هعتمد على الخبرات الحياتيه بقى. يعني انا هطلع من الموقف ازاي؟ ما هي كلها مواقف. يعني انا بحط نفسي، هو في اصلا انا كاتش ار، انا لما نيجي للمقابله انا بحط الراجل في سيتويشن، انا عايزه اعرف رده. فهنرجع تاني ان خلاص اول حاجه ان الراجل ده ما يسالش حد، انا خلاص اعتمدت على ربنا ونزلت. ما تمام. اقرا عن الشركه كويس قبل ما اروح، اقرا عنها بس بريف. ما لقيتش حاجه خالص عنها يبقى الشركه دي ما راحهاش اصلا. في شركات للاسف بيحصل فيها كوارث. انا بالذات اخواتنا البنات يعني اجي المقابل، لا انا لازم اكون متاكد المقر بتاع الشركه ده فين وفي مكان معروف ولا. ثالث حاجه ودي حاجه مهمه، ان انا ابقى مستعد من خبراتي، انا اراجع السي في. ما ينفعش يبقى انا كاتب حاجه في السي في وبقول حاجه ثانيه، بقول اي حاجه ثانيه واتوكل على الله واقعد في الانترفيو. وان شاء الله تكون بدايه موفقه. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ احمد ناجي استشاري الموارد البشريه على وجود حضرتك معانا وعلى معلوماتك. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في يوم سعيد. بكره قبل دلوقتي بساعتين نقابلكم حلقه جديده ان شاء الله. لكم منا كل التحيه. باي باي. شكرا ليك يا علا، يوم سعيد ان شاء الله مستمر معاكم على قناه المحور. بكرة إن شاء الله نقابلكم. سلام.